ما يجينيش الناس الا هما عندهم شي مشكل. علاش؟ حيت هما مسلمين بحالك. يعود لامه مسلم بحالك. امريكا اللاتينيه كلها مسيحيين، كتلقى لاجون بقى فيها الحال، حيت المكسيك خوره شي واحد. احنا المسلمين فينا ديك الزمله؟ العراق، سوريا، اوزباكستان، بورما، فهمتي؟ ديما فينا ديك الزمله ديال ولا راه مسلم، فك مسلم. كنت كنقرا كومونتير، ما ما سمعت شي مسلم تيقول اللهم ارحم الاسلام والانسانيه. جامي جامي تسمع شي مسلم كيدعي للانسانيه بالخير، جامي. ديما هو عنده مع المسلمين. منين جا هادشي؟ لغه، هادي راه اللغه هي انت، اللغه هي الاحساس ديالك، اللغه هو what you made of. We don't hear them. Who's guest؟ شكون؟ اواه شكون كان كيهضر معايا؟ راه الصوت ما عندكش. لا خويا ما سمعت. تسمعنا ديالي؟ سمعنا نو ولا نخرج وما ندخلش؟ سمعنا اواه شي. واش كنتو كتسمعوني انتوما؟ الله زدت في الصوت. كنتو كتسمعوني؟ دابا كتسمعنا انت بيالير؟ دابا كنسمعكم حيت كنت منزل الصوت. لا قبيل ولكن مزيان مزيان قبيله كنتي كتهضر، باش الناس كيبغوا يقاطعوك بالك ما كنتيش كتسمعهم. جات زوينه. دابا كنسمعوك صاحبي. لا ماشي ماشي مزيان. انا كنت كنتسنى شي واحد يهضر، ما هضر حتى شي واحد. انا اللي كان عندي الصوت ناقص من الاول. انت كان عندك الصوت، دابا ما كتسمعهمش هما كيهضروا، وما ملي ما عرفوك ما كتسمعهمش. بنادم صافي وين ويوقع وينزل. وي صباح الخير اختي مي. مي صباح الخير كلكم، لاباس؟ بيان ليغ. انا بعدا كنستمتع بداك الشيء كله اللي كتقول، واخا كنسمعوا ونعاودوا نسمعوا نعاودوا، كل نهار كاين الجديد وكل نهار كنستمتع. غير باش ما يصحابكش بان الناس كينزلوا ملي كتكون انت كتهضر راك وتنزل تحت وتنسمع. وي كان شكرا 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 كنزل شي تراسي وبقيت كنهضر. لا لا بيان لي راه ماشي نزلوا، راه كنت كنهبطهم حيت هما دابا انت ما كنتيش كتسمعك، وملي كتهضر كتسترسل بنادم ما كيفهمكش كنهبطو، حيت عارف انا الصوت ما كتسمعهمش. راه ماشي خويا وانا راه ملي خرجت فزعوني. واه دابا شي ساعة ولا وقيلة ساعة ديال المقالة، دابا شي ساعة انا وانا كنهضر والمايك عن والصوت الفوليوم عندي هابط كومبليتوم. العجب حتى سمعته دابا. ولكن سمعنا كلشي 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 كلها سمعنا كلشي. اوكي اوكي سمعنا كلشي. اعداء الاسلام، انا ما عارفش كيفاش واحد الانسان غادي يعود عدو ديال الله. انا ما كنفهمش، بحال حطيتي مايك تايسون كيضارب معاش، ما تقدرش تلقى شي كائن حي كيضارب مع شي قمله، ها؟ ولا شي بعوضة وما تحتها ولا شي. ما عرفتش كيفاش نعطيكم هاد الانالوجي، ان الانسان الاله الانسان يقدر يكون عدو الله. انا ما كنفهم، ولكن هذا الشيء كنزادوا بها الاخوان. الدماغ ديالك صغير خاوي وكيدخلوا ليه هذا الفكر بحالك، وكيعود عندك حقيقه مطلقه ان واحد الاله عنده واحد العدو، عنده عداوه مع الانسان، فهمتي؟ بحال شديتي شي دوله مدقدقه بغات تخارى مع الميريكان مثلا، شي دوله دين ما ميته، شي دولة فيها شي 60 مليون، شي 60 ألف ديال البشر، فهمتي؟ وحازقة ماشي بحال هكا كثر صاحبي. حنا تعودنا على أن أعداء الله، كيفاش تقدر تكون أنت عدو ديال واحد الكائن اللي بروبورسيونيلمون ما يمكنش كاع تفكر في هذه القضية نهائيا؟ يقدر كاع ما يشوفك بحال الفيروسات.
وييه دابا دابا تخيل 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 دابا دابا لا سيونس كتقول لينا بان هاد لا بورسيون اللي كنشوفو فهاد الوجود فيها جو تريليون جالاكسيز جوج ديال تريليونات ديال الجالاكسيز جوج ديال التريليونات ديال الجالاكسيز هي 2000 مهم لا سيونس كتقول لينا الا بغيتي تضرب من واحد لو كوتي الجهه الاخرى ديال هذا الوجود اللي كنعرفوه خصك واقيلا شي 8 مليار سنه ضوئيه والضوء كيضرب في لا سكوند 300,000 كيلومتر في لا سكوند دابا كاين واحد الكوكب دابا الشمس كبر من الارض 1.3 مليون فوا كاين واحد الكوكب غادي نعاودها الشمس كبر من الارض 1.3 مليون فوا يعني الا شديتي الشمس خصك تشد 1,300,000 كرة أرضية كتخشيهم عاد باش تعطيك الحجم ديال الشمس 1,300,000 كرة أرضية باش تعطيك دابا كاين واحد الكوكب اللي اكتشفوه كبر من الشمس 9 ديال المريات ديال المرات الإخوان 9 billion times the size of the sun. هذه هي الحقيقة اللي كنعرفو في هذيك لابورسيون اللي كنشوفو دابا. سؤال أخويا بيانلير هو هاد الإله اللي خلق هاد الشيء كامل كيحلف بالتين والزيتون هادي هي الحاجة اللي كتضر القلب في المخ ديال القادم الكربوس ياه وعنده عدو العدو ديالو عند لا هذا العدو ديالو لا عنده عدو هو الإنسان كيكره هاد الإنسان وكيدخل عليه كيهجم عليه كيسرق ليه العيالات ديالو فهمتيني هادشي خصو اش كنقولو دابا مع مسلمين مازال 40 عام هادي لانفورماسيون تري غاغ هادشي اللي كنحاولو نوعيو الناس الدنيا جوان اني واي خذوا المايك الاخوان عاد تشوفوا صافي يا لي انا غير واحد المساله دابا الدين فشل فشل حيت شوف شحال من دوله دينيه واش كاينه شي دوله دينيه حنا جينيراليزيو شي واحد من غير اسلاميه حتى شي دوله دينيه ما نجحات يعني واحد المره الوالده ديالي قالت لي هذا قالت لي كنت فرش واحد البرنامج لالاسكا والناس كيبنيو دوك لي كابان في لالاسكا في الثلج وهذا واحد القاوري مع مرتو والكلب ديالهم قالت لي راه هادو كفار واخا عايشين مزيان قلت لها الوالده انا الكفار عندي هما داك اللي كيموتوا عندهم الناس خوتهم كيموتوا في السبيطار يعني هاد الدين انه يربي الناس هنا كمل ما عرفت كاين عندي ليكو على اخوان المهم باش نكمل دغيا يعني غير نكمل واحد المداخله الاخوان يعني هذا الدين فشل انه يربي الناس هو في نظره بغى يربي الناس فشل وكاينين دول علمانيه والعلمانيه راه ماشي شكل واحد كل دوله والعلمانيه ديال العلمانيه ديالها ولكن كاينين اسس ديال العلمانيه يعني نجحوا في الاخلاق نجحوا في النظام نجحوا في الانسانيه يعني نجحوا في الصحه في التعليم في بزاف د الامور اكثر من الدول الدينيه اكثر من الدول الاسلاميه علاش يعني الله انا في نظري داك اله الاسلام ماشي الله انا ما كنامنش بلي اله الاسلام هو الله والخالق انا كنامن بالخالق ما عنديش دليل عليه ولكن كنامن بلي كان واحد الخالق
يعني كلنا راه كلنا تقريبا فوالا اكزاكت اخويا كل يعني تصور اخويا يختلفوا التسميات كتختلفوا التسميات الوهيم المهندس الكبير هذا غير خوف فتحته بعجاله ممكن تكمل يا خويا غير واحد المساله تصور اخويا جيتي جا واحد هذا اله الاسلام انا في نظري اش بغى يدير بحال بغى كاع الناس ديال العالم يتصنتوا البلوز مثلا واش ممكن حنا كلنا تكون عندنا نفس التوجه هو جا فرض شي قوانين وغير تخربيق وبيفرضهم على العالم كامل بيفرض علينا نعيشوا ونصليوا هكا وناكلوا هكا ونشربوا واش العالم كله ممكن تفرض عليه النظره ديالك انت ما يمكنش واش ممكن تجي تغدى تفرض على العالم كله يدير نفس السبور يتصنت لنفس الموسيقى يلبس نفس الحوايج ما يمكنش هذا الشيء علاش فشل الاسلام انا في نظري حيت بغى يوحد الناس على شي امور الوغ كو العلمانيه تبنى على الاختلاف ان الناس يتجمعوا واخا مختلفين انت مسلم مرحبا ها الجامع ديالك انت يهودي ها السيناغوغ ديالك انت مسيحي ها الانجليز ديالك انت بغيتي تصنت البلوز اي ها البلوز كاين بغيتي تصنت بغيتي تاكل كذا بيت اوكي هذه هي هذا هو اختلاف انا بان لي الاختلاف علاش مبني العالم ماشي توحدهم نتوحدوا على شي قوانين اللي وضعيه ودوك حتى دوك القوانين الوضعيه كما قال بيان ليغ كيتغيروا مع الزمان يعني الستينات ماشي هي الثمانينات ماشي هي التسعينات ماشي هي 2000 كل مره كنبدلوا القوانين على حسب حنا كيفاش تطورنا الاسلام هو بغى يقاردي ناس تصور نعطيكم غير مثال هذاك المقرع سميتو ابو ذاك الجاهل ذاك وذاك الصلاع ذاك البرلماني مجوج جوج عيالات وكيتخلص على من جيب المغاربه قال لهم راه النازا ما عرفت الارشيف ديال النازا قال ولا ما عرفت لاسيا كيتكتب قال لك بالعربيه علاش حيت العربيه ما كتطورش يعني بقات كما هي من قديم تصور وقال لهم هذا الشيء سري جدا وما عرفت منين جاب الخبر يعني واحد الانسان كيحارب التطور حتى ديال اللغه كاع اللغات في العالم كيتطوروا هو كيفتخر ان اللغه ديالو بقات ميته بقات كما هي شكرا للاخوان اسمحوا لي السلام عليكم تفضل سيريدا السلام عليكم تفضل السلام بس ردونا السلام صباح الخير نحن ردو السلام الله تعالى وبركاته قولوا لي بونجور صافي يلا حنا دابا جاوبني تفضل شنو بغيتي تقول شكون فيكم صاحبي التين والزيتون يمشي معايا يمشي لا من موش غرض فيك راسا ناقشوا فيك راسا ما كيهم شكون لا كيهم شكون ابو كليبة ابو كليبة شنو اللي كتعرف على التين اللي كنعرفو يا بدا الصورة ديالو بالحلوف وصافي كيحلف بالزيت التين والزيتون هادشي اللي لا يفسر لينا التين والزيتون اللي بسطا لينا يفسرها لينا ويبسطا لينا كثر باش نعرفوها باللي راه ما عندها حتى معنى لا عندها معنى اخويا بالعكس فيها حكمه وفيها معنى هو ما عرف العظمه ديال الشجره ان كيفاش التكوين ديالها عرفت العظمه ديالها ولا عارف العظمه ديالها باينه الله تعالى بجلالته قادره كيحلف الله يجازيك بالخير كيحلف التين والزيتون كاين شي عظمه اكثر من هذه الله يجازيك بالخير انا المهم قد نكون فاهم الامور غلط ولكن بالحق بحال اللي بان لي كاين واحد الاشخاص هنايا عندكم انهم عندهم واحد التوجه ماشي ديني وانما عندهم واحد الشكوك والله الا كنشكوا حقا راه حنا حيرين لا حنا كنديروا الاصنع اسمع لا دوك ديال عتقنا اخويا عتقنا ما غاديش نعتقك بالذكر ديال داك الاسماء اللي كنتي كتذكر داك الصلوعه وهذوك العلماء صيفط لي الفلوس راكم بعقلكم مؤلفات قلوبهم اخويا بغيتي تتيت راه ما كاين هاد الكره هما اللي مؤلفات قلوبهم ما عمرها داروا شي مؤلفه امراه
عمر الاسلام دور مع شي مراه اختي جود فايب. رجع في الله ولكن السيريدا راه غادي دابا غادي يورينا الطريق اللي غنمشيو منه. تفضل السيريدا. لا حاجه عطينا نعمه الاسلام. شنو نعمه الاسلام؟ لا اول حاجه انا غنسولك شنو هو المنظور ديالك انت اول حاجه، كيفاش كيجيك الاسلام؟ شنو هو كيفاش كيبان لك؟ حقيقه كله زوين، عندك العيالات راه ما تنكح، الورث كتاخذ اكثر منها. زعما راه فيه كل كاع كله افونتاج، وما عرفت مالنا علاش خرجنا منه، والله الا حنا اللي خصنا قولة العقل. لا ما تهضرش هضر على راسك، هضر على راسك. ودابا كتشوفها انت، دابا انا نقدر نورث اكثر من اختي، ياك نقدر نتزوج ربعة العيالات، نقدر نضرب المرأة ديالي. واش بان لك؟ هادشي راه كلشي زوين، هادشي كلشي خدام ليا انايا. ومشيت انا خرجت من هاد الدين، عاطيني كاع هاد لي زافونتاج وخرجت منه. اخويا المهم شي عليها مشكلة. احنا متبريين منك، كبر راسك اخويا، حياتك هادي تقدر. خصك تسول الاخوات علاش خرجوا من هاد الدين. ما عنديش المشكلة مع الاخوات اللي يدبروا راسهم اخويا، عندهم حيت هما اللي مظلومين اكثر منا حنايا. لا خويا انت اللي راك كتحاول انك تبين باللي راه عندك بزاف ديال الحوايج تقد. واش دابا واش دابا القران ما فيهش الضرب؟ اش دابا واش القران ما فيهش الضرب للمراه؟ اسمع انت مزوج؟ مزوج مطلق؟ مزوج. لا ما مطلقش، مزوج. تزوج اربعه قد على اربعه. وحده باغي نضربها. ايوا ضربها وقد عليهم ساعة الاربعة ايش قد عليهم؟ ما عرفتش باش واش نضربها، واش دابا الضرب ما عرفتش كيفاش نضربها، واش نضربها بالمسواك ولا نضربها بكروشي ولا نضربها بشي. ضربها ماشي هي ضربها. نسولو خويا خارجة ماشي هي خارجة. خويا ضربها على خويا رضا ولا المسواك. لا ما خصوش يكون ضرب مبرح، وما خصوش يكون في الوجه. الله يخليك هي فين مكتوبه هذه اختي؟ اخويا اجتمع العلماء رضي الله عنهم. اش من العلماء؟ الشيعة ولا ديال السنه ولا الصوفيه الحنبليه الشافعيه؟ العلماء السلامة الله يرحمهم. اش من علماء بالنسبه لك؟ العلماء ديال السنه، الشيعة كيقول لك علماء السنه ماشي علماء، علماء ديال الشيعة اللي هما العلماء. اجتمع العلماء وقالوا لينا من اللي فين اجتمعوا؟ شكون هادو اللي اجتمعوا؟ ما تبقيش تقولي شي هضره ما كايناش. شكون هادو اللي اجتمعوا؟ شكون؟ وريهم ليا، قول لي السميات ديالهم. واخا خليك من الضرب، من الضرب ولا تشير بشي حديده، ما تشيرش الوجه، فهمتي؟ الا تعرفني ولكن ولا شي رجل سي با غراف، قال لك سي با غراف من عند الله، وانا لله وانا اليه راجعون، ولكن ما تضربش له وجه. نضرب الصباع مثلا، رجلين، اليدين، ماشي مشكل. اللي بغيتي نسحر غير نجلة ولكن العصا، الحديدة، السمطار. مال نشوفوا الاخ رضا. تفضل اخ رضا، كيفاش غتضرب انت دابا هاد لا ميثود؟ انت الا بغيتي تضربها كي غدير لها؟ غتضربها كروشي، ميسواكس، اضربها بمرا اخرى، اضربها بشي طاجين، اضربها بشي سلته. علاش؟ شنو هو السبب اللي غيخليك تضربها اول حاجه؟ وحيت انا بغيت نطبق الشارع عندي في القران، قال لك الا خفتو نشو زيانه واحد النهار ما بغيتش بغيت نضربها. واش ماشي من حقي؟ واش ما مذكوراش في القران؟ شنو هو الفعل اللي درت معك؟ دابا المراه ديالك ما بغاش دير معك كاع، شدات معك العكس وكل شيء، دارت لك تخيل شي حاجه اللي ما كتعجبكش دارتها. وصلتي معاه اول حاجه تهجرهن في المضاجع اخويا، هجرها. واخا ها انت هجرتيها، من بعد زيد اخويا الا ما عجبتكش اخويا طلقها باحسان اخويا، شدك للضرب. ولكن نقصتي واحد اللعيبه، راه كاين الضرب. انت ما غاديش تضربها؟ والله الضرب غادي نحيدوها من القران. واش الضرب غادي نحيدوها بالقومه؟ هذيك ديال الضرب اخر ما يقول اليها الحاج. وهي دابا راه وصلتي ليها، شنو كي غادير ليها؟ غتضربها صاحبي، غتضربها النيش، واللي ما غاديش تضربها الضرب ديال القتيله. كيفاش غتضربها؟ غتضربها سلخها كيف ما جات، تقد انت وكانتك. ضربها بمقله ما عندكش المشكله اخويا.
وانت دابا حنا كنهضروا عليك. شكرا اخويا رضا جيتي في هذه الليله هذه نورتي. اخويا شكرا اخويا رضا درتي. خلينا نهضر مع ابو كليفه هذا الانسان الحكيم. راه ربي اللي ربي اللي صيفطك لينا راه فيها حكمه. لا لا داكشي شوف هادشي كامل اللي كتهضروا عليه كل واحد شي غيشهد على شي. دابا هاد ابو كليفه اللي قال لك ربي عطاها اربعه ديال النساء حنا طلبنا منه يتزوج اربعه يقد عليهم. خويا رضا فراسك واش غير داك الجين دا اللي كتلبس مثلا الا كنتي كتلبس الجين راه كاين اللي كيفرك تصور الا شدوا الدواء عشان الاسلام انت شدوا الدوله راه يكفروك راه يقتلوك. اسمح لي نقاطعك انا غير باش بين لك باللي كل واحد كيفهم الاسلام فهمتي الاسلام ماشي واحد الحاجه اللي تقدر تفهم القانون الوضعي راه باين مثلا فروج دوس فلا دوس خضر الله يجازيك بالخير وقف الاحمر باين ما يمكنش نانتربري ما يمكنش جوج الناس يقول لك لا راه الفروج راه ماشي هكذا الله يجازيك بالخير الاسلام هذا هو المشكل ديالو سير اخويا واش نسولك اخويا الله يجازيك بالخير مرحبا مرحبا واش انت سني اش بغيتيني انا ماشي سني انا ربوبي واخا انا ربوبي يا واش عارف بعدا شنو هي ربوبي باش كتامن ما كان امن باللي كان واحد الخالق في الكون وباللي ما صفت لنا حتى شي رساله شنو هو الدليل ديالك ما يمكنش واش اسمح لي انا ما كاينش دليل عندي انا هذا احساس انا جيتك صريح راه المشكل ديالك انت انك كتقول عندي ادله على الاسلام وما عندك حتى دليل الله يرحم الوالدين والله العظيم ما عندي سير مرحبا اخويا مرحبا سير اخويا سير انا والله العلي العظيم راني كنطالع كنتفرج في تيك توك حتى كيطلعوا لك لايفات سير اخويا مرحبا ياك واحد قال لك انا يهودي سير واخا سير هذا اختار بلاصتي انا اختار بلاصتي سير انا اخويا كنبرأ راسي منك ومن هاد الناس اخويا اللي كنديروا هاد الهضره مثلا الهضره في ودني ما بغيتش نخليها اخويا سير ونقشو مع راسك سير نقش مع راسك وما تخليش داك المشاكل ديال الحياه هي اللي كتخليك توصل لهاد النتيجة هادي شتي انت درتي على واحد الحكم مسبق راه خويا سنين وانا كنناقش مع راسي اسمع اصاحبي ديك النقاشات اللي كتسدل بهم على واحد بوصلة وهاديك الفيلسوف ومصطفي داكشي راه ما خدامش اصاحبي انا دابا عرفتيني ما غنهضرش معاك بديك اللغة ديالك ديال الدارجة وقعلة وقعلة قعلة بنو ما غاديش نهضر معاك وقال هذاك غنهضر معاك بالدارجة ديالنا بالعربية الدارجة العربية الدارجة العربية شنو هي الدارجة العربية؟ قصر عليا ما عرفتش اش قصدتي انا الدارجة هو خالد انا اللي كنعرف الدارجة هو خالد واخا سير كثروا عليك هذوك الفلاسفة وهذوك الملحدين وانت دابا عرفتيني واخويا رضا غير سمعني راه هذا هو المشكل ديالكم انتم كتطلعوا عندكم تفكير مسبق ما تبقاش تهضر بالجامع راه المسلمين ناقش شوف راه ناقشت انا بزاف اللغوي ديالك في اللغه العربيه هي كتهضر بالجامع الصفه الجامع وغير اسمعني انا كنهضر على الناس اللي كيطلعوا لهنا هضرنا على واحد هضرنا مع واحد العداد كتجي عندكم تفكير مسبق على انت شخص انت كتشخصن دابا شخصنتيني انا جيتي كتهضر عليا انا ما عارفكش اخويا رضا شوف غير اسمعني انا ما عارفكش ولكن كنعرف المسلمين بصفه عامه كاين قواسم مشتركه عند المسلمين وانت كتهضر عليا انا وانت ما عارفنيش يلا هضرتي معايا جوج دقائق هادي وكتقول لي انت عارف اش قريت وعارف التكوين ديالي عارف التكوين ديالك هذا هو المشكل ديال ايوا شتي هادي هذا هو التكبر اللي عند المسلم المسلم بصفه عامه عنده واحد التكبر انه هو اللي على صواب شوف انا نقول لك واحد الحاجه شنو هو المرجع ديالك شوف وين المسلم بصفه عامه في حياتنا شوف راه من نهار كبرت من نهار وانا كنحليت عيني المسلم ايوا كتشخصن انت دابا انا عندي 46 العمر ديالك 46 المهم كاين بزاف ديال الحوايج ما بقاش شوف راه ماشي مساله غير سمعني حنا دابا كنناقشوا ان الدين الاسلامي حنا كنا فيه ياك وكان امن به كنت فيه ما تجمعش الله يرحم الوالدين غير سمعني كنت فيه انا كنتي فيه
يوم انت كتشخصن انت كتشخصن وانت كتجيب لي دليل من 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 عندك حتى انا نجيب لك دليل من اش قال لي صاحبي وانت دابا شوف غير اسمعني انت دابا كتجيب دليل من عندك على انه حقيقه واش حنا دابا كنهضروا انا وياك ما تجيبش لي دليل من داك الشيء ديالك على انه حقيقه انت كتبي تستدل معاك يلا مرحبا بك شنو هو لا راه انت عارف بلي انا ما كنامنش غير اسمعنا اخويا رضا انت عارف بلي انا ما كنامنش بداك الشيء اللي الكتاب ديالك وكنت كتستدل به استدل به على مسلم شتي الا جلستي مع مسلم في القهوه صاحبك مسلم جلستي واش خلينا رضا انا نوضح لك هذه النقطه شوف الا جلستي الا جلستي مع صاحبك مسلم في القهوه استدل بالقران ماشي مشكل انتما بجوج مسلمين المهم اول حاجه كتبرئ لي انا تحول لكن هذه الامور كلشي صحيحه تبرئوني غنسولك واحد السؤال ياك شوف غنسولك واحد السؤال وانت سولني سؤال في الاسلام ديالك انت بالنسبه لك راه كامل نسولك واحد السؤال انا صاحبك مسلم مثلا افترض انني انا صاحبك مسلم وبنتزوج بنت عمرها 3 سنين وسمعني مزيان ما تزربش ما كنقصدش الرسول ديالك لا حاجه بنتزوج بنت بنتك انت مثلا ولا بنت صاحبي مسلم انا مسلم بنتزوج بنته عمرها 3 سنين انت تقدر تقول لا في هذا العصر تقول لا ما عندكش الحق ولكن جبد لي من النص علاش ما خصنيش ما تقولش لنا المنطق ما تقولش لنا البلوغ جبد لي النصوص النصوص من المرجع اللي بغيتي شوف النصوص السنه اشوف والقران قلتي لي من اول حاجه الله يجازيك بالخير نوري انا 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 شوف انا بين لك باللي في الاسلام ديال انا بين بين رضا نكمل غير نكمل السؤال انا بين لك لا 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 ما بيتيش تجاوب ما بيتيش تجاوب شوف شوف انا بين لك باللي الاسلام ديالك ما كيمنعش الراجل اللي تزوج بنت 3 سنين ديما نفس السؤال ديما نفس السؤال مين اول حاجه عندك واحد التناقض حاجه قلتي لي فاش كنت معايا في وحدي واحد المناقض واحد النظره ما تستفدش عليا من الكتاب وانت كتقول لا انا دابا بين انا قلت لك انا قلت لك استدل انا دابا بين اسمعني فوالا اسمعني اسمعني رضا ما فهمتيش السؤال ديالي ما فهمتيش السؤال ديالي سينو كتهرب انت اسمعني الله يسمعني اسمعني سولني سؤال والله ما نتهرب شوف انا بغيت نبين لك باللي الاسلام ديالك ما فيهش يلا نسولك واحد السؤال لا 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 جاوبني هو الاول وديك الساعه سولني ونجاوبك انا ديرني ما عنديش لا 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 شوف ما تهربش رضا انت دير لي شي واحد مينوت خليني نقول لك اول حاجه اسمعني غير اسمعني اصاحبي كدير لي بحال هذوك الشيء شي عاد شوارع عاد نجاوبك والله شوف شوف ما انا ما غاديش نتهرب عاود لي عزيزي بغيت نقول لك واحد الحاجه شوف شوف نطرح لك السؤال بطريقه اخرى وجاوبني الله يعطيك الخير بدون تهرب واش طرح السؤال تخليني نسلم على الناس ونهضر نقول واحد الكلمه قبل ما تطرح السؤال خوتنا تحياتي لكم ديك السلام عليكم راه عارفه ما كايناش بعدا بير لي فينك اخويا بير لي الناس معكم خوكم عبد الحق الدرس من العاصمه الرباط فينا بير لي خويا بير لي تحياتي عبد الحق غبرتي اخويا عبد الحق شحال هادي الله يحفظك راه شادين لي اربعه ديال لي كونت خويا شادينهم ليا راه كنديباني بهذا الكونت هذا المهم خويا رضا مرحبا اخي خويا انا نقول لك واحد الحاجه هادو هادو راه شوف راه الفحي هادو راه شوف راه يحمقوك ويخليوك انك تكفر نصيحة مع نخوك عبد الحق هبط اخويا سير قلب لك على شي لايف هادو راه الكفارة الفجارة اللي ما تيسواو وما تيصلحو سير بعد منهم راه كتبقى تطلع معاهم في هاد اللايف هتولي بحالك بحالهم قولوا لي البير الليل سلم عليك خوك عبد الحق الدرس وتحياتي ليك ديك اللعبة ديال السلام ملي طلع النوبة رضا في شي لايف نساها لان السلام هذيك غير كلمه كتقال الا قلبتي على المعنى ديالها ما تلقى عندها حتى معنى خوتنا سلموا عليك وانت منهم تحياتي انا غنضيع معاك الوقت غتولي كافر على الزق انا داخل الجنه على ودك انت اللهم خليك رضا خليك وفر الكلام بالله يا صاحبي وفر الكلام خوتنا تحياتي لكم سلموا على بيالي سلموا على بيالي وخليك معاك خليك
انت طلع دابا فضل الله في اللايف الثاني غادي تكفر. تحياتي لكم. سلام والله هذا رضا رضا. شوف راه السؤال ديالي واضح. شوف انا عاودو لك بطريقه اخرى والله تنسكت تسمعني. واش المسلم السؤال ديالي واش المسلم ماشي انا واش المسلم حيت ما فهمتيش السؤال ديالي واش المسلم الا تزوج بنت 3 سنين وعطاها ليه باها وافق ياك واش كاين شي قصص واش الاسلام يمنع ذلك او لا من النصوص يعني السنه القران والسنه ما تقولش لي انا الراي ديالك والمنطق شوف قول لي من النصوص واش كاين جاوبني شوف ما تهربش ايه ولا لا واش يمنع ولا لا ولا يمنع قول لي علاش لا يمنع مع السؤال هذه الحاجه اللي كفروا منها هذه هي الحاجه اللي كفرات المهم جاوبوا واش انت يمكن لك واش انت خير اذا كتشوف راسك انك تقطع ليه تقطع لك الصوت اخو سيمو لا راه فهمنا السؤال ديالو راه فهمنا واخا ما كندير ايوا جاوب جاوب اخو جاوب واش حل العمر صاحبي شحال العمر ديال طريقه زويده واش انت خير رضا واش كتشوف راسك تمشي عند بنت في عمرها 3 سنين تزوج بها انا في العمر ديالي اللي انا فيه دابا واخ 18 عام اسمح لي واني سؤالي اعطاك لا حدد لي العمر اصاحبي حدد لي العمر واش تقدر تمشي تزوج بنت في عمرها 3 سنين حدد لي العمر ديال هذا اللي يمشي يتزوج فيها 3 سنين شحال في عمره هو قال لك هو راه طرح لك السؤال قال لك واش انت تقدر تزوج بنت في عمرها 3 سنين قال لك بحال هكا الفكره وصلت ماشي بالزواج وانما بحال اللي كنقولوا كيمشي كيخطب حتى كتوصل لواحد السن ديال الزواج وكيمشي يتزوج بها ايوا مالك كتولي الزوجه ديالو لا لا ديك الساعه دابا رضا كتهرب اخويا جاوب على السؤال اصاحبي الله يجازيك جاوب وغي يسمح الله واضح السؤال شوف سولني سؤال والله تنجاوبك بدون تهرب لا ما بديش تجاوب شوف قول باع قول باع ما عرفتش قول ما عرفتش قول ما عرفتش ما غاديش نقول لكم قول ما عرفتش وتفك يلاه صاحبي واحد الشخص عنده 30 عام ياك واش يقدم شي يخطب وحده عندها 3 سنين رضا شوف ما تهضرش على منطق هضر لي على النصوص الله يرحم راه عاودت لك السؤال ألف مره شوف خلينا من المنطق حيت المنطق دي شوف حيت المنطق ديالك واحد اخر يجي يقول لي منطق اخر نقول لك واحد ما بديتش تجاوب غنجاوب اخوان شدوا عليه انا غنجاوب دابا خليني نهضر اصاحبي وخليني نهضر انا غنجاوب قال لك اخويا في الدين انا الحمد لله كنامن بالله وكاين الرسول قال لك في الدين انا ما عارفش الايه وما عارفش الحديث ولكن قراو لي قال لك اخويا فاش غتدخل مع شي ناس يبي خلي القلب ديالهم في الظلمات ما بينهم في الظلمات اخويا ما تبدلش معاهم انا اخويا بعزكم الله ولكن الرسول شفتوا الاخوان كي كيتهرب شفتوا كي كيتهرب الاخوان شوف انت ما متعك شوف انت ما فاهمش الدين ديالك لاش كتدخل اخويا لهنا ولاش اخويا اخويا كتريديكيليزي راسك كتهين راسك وانت كتدخل هنا واش ما فاهمش الدين ديالك اخويا ما تدخلش لهنا الله يعطيك الخير اسمع نسول لك واحد الحاجه انت عشتي باينه عشتي اكثر مني ياك شخصا انا ما كنهضرش عليك انا كنهضر على المسلم واش تزوج بنت 3 سنين هي ولا لا في النصوص انا ما كنهضرش على رضا مال انت كتهضر عليا انا اخوان الاخوان كتسمعوني نسمعوك اخويا كنسمع وي اغلوري هضر عافاك نظم لينا شويه هذا الحوار لان راه ما كنسمعو حتى شي واحد وما وصلت حتى شي فكره ورضا عافاك قد المايك ديالك حيت ما كنسمعوكش رضا خويا قد الصوت انا راه ما كنسمعكش مزيان اسمح لي اخاي ميل بليز سير اخويا مرحبا مرحبا قد الصوت اخويا رضا راه ما كنسمعكش مزيان وميلي الا سمحتي راه غير بغي يعطي بك مثال ماشي كي شخصا خلي غير يكمل الفكره وغنشوف واش كي شخصا ولا غير باغي يضرب مثال وبغى يبغى واخا سير كمل اخويا رضا كمل نسمعوا الفكره وملي تكملها قلنا انا ساليتها دابا خويا الله يجازيك الخير اخويا كلوري دابا مزيان كتسمعني دابا احسن من الاول
دابا انا واحد ادمي لا هذا ما حنا ماشي كنهضروا انا عندنا واحد النزاع ولا كندابزوا ولا كنتعصبوا حنا كنناقشوا هاد البنت اللي غتمشي تخطب عندها 3 سنين راه يمكنش تتزوج بها 3 سنين 4 سنين 5 سنين حتى 12 عام 14 وتدخل عليها انت بالنسبه لك ما يمكنش ما يمكنش الله بالنسبه له يمكن ولا ما يمكنش يعني انتما كترجعوا لله هدي الرسول صلى الله عليه وسلم لا واش تقدر تجاوبني على السؤال انت دابا بالنسبه لك ما يمكنش ما دخلاتكش لدماغك وجبتك كتشوفها ما فيهاش منفعه لذاك البنت وربما فيها الضرر فغير منطقيه واش الله حتى هو تيشوفها بحالك ولا بالله بالنسبه له هذه حاجه نورمال الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى حل لنا الزواج مثلاً أنك تمشي تجوز واحدة مثلاً عندها 10 سنين 12 عام قدر تكون عندها واحد مواصفة ديال الزواج قد على الزواج ديال 10 سنين هو الأخ سولك على ديال 3 سنين تقدر تقولنا الله كي شايف مولاد 3 سنين لا ولكن صفار كيفاش 3 سنين عطيني شي دليل خلا أخويا جاوبني على السؤال من بعد مولك علاش 3 سنين انا ما قلتلكش انا بواحد السؤال وانت ما عندكش الدليل ديالو انا ما قلتلكش شي واحد دارها صاحبي دليل على ماذا انا كنسولو سؤال في السماء واش الله انا ما قلتلكش ما كنقولوش انت سمع السؤال صاحبي واش كتفهم يلاه قول سيدي كنقول انا كنقول له زواج اي شخص على 3 سنين واش هذه مساله بالنسبه لله بالنسبه للشرع بالنسبه للدين كي كيشوفها واش حاجه مباحه ام لا ما قلت حتى شي واحد دارها ولا ما دارهاش كنسولك على القانون بحال لك اسمح لي نقولها بطريقه اخرى اسمح لي ميل بليز بحال لي كنقول لك انا الا قتلت 10 د الناس شنو الحكم ديالي انا ما درتهاش ما تنقولكش كنعرف شي واحد دارها الله يجازيك بالخير غلوري الله يجازيك بالخير انت فسرتي لي شنو بغيت نقصد له جاوبنا اخويا قول لي كيفاش كيشوفها الله واش هذه مساله عاديه ولا غير مباح ولا حرام ولا تماما واحد خينا درها بالتصور ديال خويا غلوري السلام عليكم جاوبني خلي خويا غلوري في نفس الناس واحد خينا درها ميل ما خصناش نهضروا هضره فوق هضره خصو يجاوبنا بعدا الا ما عندوش الجواب ندوزوا لحاجه اخرى ديال الجوج بنت السنين اش نديرو ليه صاحبي شنو هو الزواج اللي كتقصد بالجواب واش غيديها للدار وغينعس معاها قولك انت واحد خينا مش تجوز ديك السنين اش دير ليه انت يتجوز ينعس معاها ولا ما ينعسش معاها انت ما شفتيش انت ما شفتيش يعني واحد واش تي كتهرب دابا انت واحد خينا عرفتي انت دابا بحال واش تي كتهرب والله ما شي ما قدريش لا حول ولا قوه الا بالله انا نجاوبك اخويا الحبيب واه تفضل السيمو جاوب تفضل ماك اخويا رضا بليز جاوب اخويا السيمو الا فهمتي السؤال بليز جاوب فهمت السؤال ديالك هو انا دابا انت كتقول كيفاش واش الله شنو كيقول في الزواج ديال وحده في عمرها 3 سنين اييه ما كاين حتى شي حاجه كتعطي شي دليل في القران ولا فادي على انك الزواج السن بالضبط ما كاينش ولا عندك قولوا لي عليك ما كاينش يعني الله ما حددناش فوقاش نتزوج خلاها مفتوح يعني الا شي واحد مشى تزوج بوحده في عمرها 3 سنين باش نقولوا له لا راه حرام حيت مازال ما وصلت لسن شنو هو الحد اللي داير الله في الزواج الزواج دار الزواج بمعايير معينه وشروط واحكام معينه هو بلوغ الرشد وقياسه في الزواج هو البلوغ الجنسي الفعلي اي منين جبتيها اخويا منين جبتيها ما يمكنلكش تكون باحث وانا نجي اخويا انت اللي توريني انا جاي وريني انت فين كاينه لا هو دابا انت كتقول لي واحد الحاجه وما باحث واش تبغيني انا نوري وسير تلقى بعدا باش تجاوب وبحث انا بحثت اخويا ما كايناش ولكن انت تقدر تقول لي ما بحثتيش انا بحثت ما كايناش قول لي انت منين فين لقيتيها الله يجازيك بالخير اسمعني انا الصح والغلط انت كاين شنو هادشي باقي نهضر ما هادو ما باوش يجاوبوا سير اخويا غلوريا ما باقيش غير نهضر صافي السلام عليكم لا انا جبتك اخي اسمع تهرب انت اللي كتهرب غلوري حفظ السكريبت
دوري شويه شويه سيمو انت قلتي لي كاين شروط فين هما هاد الشروط اشنو هما شروط الزواج وهو كيغوت صاحبي اه ميل ميل الله يجازيك بالخير الله واخا خويا واخا خويا واخا مرام لا يوجد سن محدد للزواج ياك شرطنا هو هو النضج الجسدي والنضج العقلي هادشي اللي قصد لك هو داكور هو كيقول لك لا هو كيقول لك تزوج على كل هو باغي يوصل لواحد المرحله انا عارف تيمو عاين تيمو دوري 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 ما يمكنش يكون نقاش بحال هكا خلي توصل فكره وتعاوتاني تطرح السؤال وتوصل فكره راه واحد تيهضر على واحد كما قال جلوري راه حتى شي حد ما كيستافد غير نخرجوا في حالاتنا دونك قلتي انت النضج الفكري العقلي والجسدي ياك هذه هي الفكره ديالك سيمو سي صا فوالا اختي سي سا داكوغ دونك شنو هو النضج العقلي والجسدي بالنسبه لك دابا قبل اختي امور ما نجاوبك على هذا السؤال دابا الاخ قال لي شنو قال لي قال لي 3 سنين واش كتشوف هذا خطا ولا صواب دابا انت كملحد شنو كتشوف الخطا والصواب انت منين جبتي الخطا والصواب كي درتي انت جبتيه ما فهمتش انايا بعدا حورني في هذه القضيه عاد ندوزو لا 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 ماشي هو هذا النقاش عافاك ما تدورش النقاش هو فاش يقول لي خطا والصواب كيفاش هو كيفاش هو كيدير المعيار ديال الخطا والصواب ماشي هو هذا الموضوع دابا انت قلت لنا بان عافاك غير ما نهضروش انا وياك في دقه واحده الله يعطيك الستر تفضل اسمي دابا انت قلتي لنا خص النضج العقلي والنضج الجسدي انت شنو هو المعيار ديالك ديال النضج العقلي والنضج الجسدي تفضل كلامي واضح وباين استاذه ما كيحتاجش واحد التفكير كبير راه كلنا عارفين النضج العقلي والجسدي كلنا عارفينه فبدون لف ودوران جوابي واضح وضوح الشمس و جوستمون راه دابا انت الذي تلف وتدور لان احنا سولناك سؤال واضح وانت ما عطيتيناش الا قلتي لنا النضج العقلي والنضج الجسدي خصنا واحد المعيار لان يقدر واحد يقول لك انا بالنسبه ليا وحده عندها 10 سنين راها ناضجه عقليا وحده غيقول لك انا وحده عندها 25 اللي ناضجه عقليا وجسديا دونك شنو هو المعيار لان المسلم تيبغي يكون عنده واحد المرجعيه باش يعرف راسو بانه كيدير الصحيح باش ما يغضبش عليه الله دونك قلنا شنو هو ولاني تقولي لي اخيتي 45 ولا يقبل عقلا وعلما لا يقبل عقلا وعلما كيفاش ودينا زيد زيد ودينا لا يقبل عقلا وعلما ودينا فين دينا فين دينا ارهنا لا عطينا الدليل دينا هادشي اش كنسولك من الاول هادشي علاش قال لك ما تعطينيش رايك انت عرفناها بالعلم وبالعقل وبالشي اللي وصلنا له وبالاخلاق والتطور ما صالحاش ولكن واش دينك كيمنعها وريني فين كيمنعها باش 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 تفهم اسمع باش تفهم صلب 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 الهضره باش ما نبقاوش غير كنهزو حنا وياك شايفين نفس الصوره فاهمين نفس التشريعات فاهمين الدين بنفس الطريقه حيت حنا كنا مسلمين ولكن حنا وقفنا بواحد النقطه بقينا ولينا تنشوفوا داك الدين اللي فيه القران والصلاه والاستدلال والهضره والمنطق وعلم الكلام وهادشي كله جاي من عند بشر وانت هادشي اللي كنشوفوا حنا كتشوف المصدر ديالو هو الاله فقط مختلفين غير في المصدر باش كنجيو باش كنجيو نناقشوا معك شي حاجه كنناقشوا صلبها انت شنو كدير كتجيب لي واحد الحاجه كاينه في الدين وكتقول لي ها هي جايه من عند اله وانا كنجيب لك هذيك الحاجه وكنقول لك شو غير انسان وعرف بانها قبيحه كيفاش الهك ما فهمهاش يعني هادشي راه جاي من عند بشر انا بكى منه الله يرضى عليك الله يرضى عليك هذا دابا غادي يكون الحوار زوين دابا مهمش بتي للدين ما تنقزليش على الحواجز عاد بعدا نثبتوتي بان الاله موجود بعدا ونثبتو كاين واحد الاله ما نديروش القفز على الحواجز الاله موجود زيد كاينه ولا ما كايناش بلا ما نديرو حنا نبداو من الخط ديال النهايه الاله كاين زيد من بعد ما المهم كيف درتي انت عرفتي الاله كاين فيدني
ولكن ايوا هاد الدقه حنا كنناقشوا وجود هو رب ليك اخويا قلبك ثاني الاله قول لي يا سيدي دابا انت بغيتي دير لي خاطري ولاني انا لا خاصني نعرفك انت شنو عارف ما دير ليش خاطري شوف اسي سيمو حنا عارفين داكشي الاسلام اللي قريتيه انت ونشاتي فيه وتعلمتيه عبر العائله ديالك وعبر المجتمع المحيط به وعبر المدرسه اللي مشيتي ليها راه كلنا دزنا منه دونك دابا حنا عرفناك فين باغي تمشي ديال اثبات الاله وداكشي حنا ماشي هو هذا المشكل ديالنا حنا المشكل ديالنا هو النصوص ديال الاسلام دونك واش بغيتي تناقش معنا هادشي ولا بغيتي تحور الموضوع لجهه اخرى غير باش نكونوا واضحين باش ما نضيعوش الطاقه ديالنا راه ما 4 الصباح ولا 5 الصباح هذه عافاك حنا عندنا باش نستافدوا ونزيدوا للقدام دونك جاوب الاخ غلوري قول له على حسب النصوص واش هادشي اللي هضرنا فيه مباح او غير مباح عافاك جاوبنا على قد السؤال راه زعما انا كنحاول نبقى ساكته باش زعما نزيدوا للقدام ولكن كتهرب بزاف وكنا موضوعي واضح سهله سهله ماشي كنهرب صباح الخير صباح الخير غلوري لا بغيت نسمع السيمو باش هو يحس براسو هضر ها انت شوف السيمو غنجيبو لا غير بلاتي عليك انت شوف هضرت مي وهضر ميل وهضرت انا شوف النقطه اللي بانت لك رد عليها بلا يعني بلا باش ما تطولش شوف حاجه اللي انت مرتاح فيها وشايفها غادي تبين الموقف ديالك احسن هضر فيها تفضل فوالا اولا بالنسبه للنصوص الاسلاميه ولادي شرعها شرعها ولكن انا على حسب ما قريت على حسب ما العلم اللي وصلت له على حسب ما شفت ولا مره وحده يعني عرفت شي واحد ولا عن طريق اي حاجه يعني مع مرور الوقت ولا واحد تزوج بنت عمرها 3 سنوات ولا واحد ولا واحد ولا واحد ثلاثه ديال المرات وقلتي في الاخير واحد الحاجه اللي هي بعيده على الموضوع شنو هي اللي هي قلتي انا هذا قوانين حنا درناها وهذه قوانين حنا هادي موضوع اخر اللي جينا نتكلموا فيه على القوانين وهذا الشيء هذا موضوع ثاني فخلينا غير في الموضوع الاول وانا باش نختم انا كمسلم راه لما نفعتك راه ما نضركش ف ما بغيتيش تجاوب حتى واحد ما دارها حيت القوانين الوضعيه ديال دابا ما كيمنعوها شكون قال لك حتى واحد ما دارها قبل شكون قال لك ماشي افغانستان الى يومين هذا كيتزوجوا بالبنات الصغارات راه كاينين سير دخل الانترنت تشوف بنت صغيرة مزوجة سير شوفها كاينة في أفغانستان كاينة أو السد ميلي راه ماشي في الإسلام راه الاغتصاب هذا باش ما تمشيش تقول شوف راه 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 حتى كاينين في المسيحيين وكاينين في اللادينيين كل شيء راه كاين هذا إجرام كاين مثلا شي واحد مثلا كيمشي كيشد شي وحده صغيره بلا الاذن ديال با ما يدير كيغتصبها ولا كاين هذا راه كاين في جميع البلايص وجميع جميع الدول وجميع القارات ولا ما عرفتش واخويا سيمو راه فهمتك راه انت راه انا شوف هي اختمال غير واحد جمله انا متفق معك واخا هي عافاك بيان لي غير كنتي كتسمعنا رجع راك اون بوز باش ما يطيحش اللايف عافاك تسمحوا لي راه عندك النهار في اليمن راه ماتت واحد البنيته عندها 6 سنين علاش حيت تزوج بها واحد بولحية واحد الغول قداش وهي باينه التصويره ديالها باقا صغيره العيله صغيره تزوج بها زواج ماشي اختطافها اغتصاب داكشي هذاك زواج وعندي انا تزوج واحد البنيته باقا صغيره السلام عليكم نقولوا يقول لك بلا ما كاينش شنو كنهضر اخي واخا يقولوا ما كاينش اش كيقولوا هذاك النكاح راه كاينه الزواج وغايديها معاه وغايلعب بها ويعمل بها اللي بغا هادو راه ماشي زعما راه ناس ما عارف واخا اخو ما كتشوفوش هادشي هذا خويا سيمو خطين الكريم الله يجازيك بخير خويا سيمو الشريعه كيستاهل اللي دار الذنب يستاهل العقوبه سيدي سيمو الغزال واخا شحال هادي كيما نجاوب لا اساس الدين علاش كتبقى تخربق اخي علاش هادشي بالدين هادشي هذا يعني تزوجوا على سنه الله ورسوله واش كتقول لي دابا انتينا لا هو دابا انتينا منين جبتي هاد ديال اليمن منين جبتيها انتينا منين وريها لي نمشي نبحثوا فيها العائله وريها لي نشوفوها ما نهضرش معاك اسمح لي ما نهضرش معاك انت مشي نتخلق سيمو شوف سيمو كتسمعني
سيمون راك شويه كتنرفز وانا عارفك باغي تحترمنا ولكن شويه كتميل. منين جبتيها؟ الا باغي تكذب شي واحد ديري واحد الخطوه وكذبو عندك، سير تاكد وشوف وجي قول لها راكي كذبتي. انت داك النحيه تاكيد قبل ما تمشي تبحث كتقول هذيك الدابه. شوف الفيديو وجيت نتواصل معاه، يمكن ليش غنجي دابا انا دايزه غنجيب الفيديو في يدي باش انا عالمه غنتلاقى سيمو غنقول له ها الفيديو صافي راه كاين راه كيشوفوا داك الشيء وكيديروا راسهم ما شافوا والو. تمام انت ماشي قلتي له شفتي ديناصور في السطح، كتقولي له حاجه راه عارفينها كاينه وتي هي كيكذبك فيها بحال اللي ما شنو قلتي له هادشي راه كيوقع زعما انت ما عارفش. نفرض هي كذبت ما كايناش هادشي هذا عمره وقع. خويا جلوري السلام عليكم. تفضل اخي عمر. واخا على السريع، كاين واحد القاعده فقهيه كتقول ان الزواج عنده ضوابط واحد الضوابط ديالو هو توفر الشروط وانتفاء الموانع، ياك؟ يعني الانسانه اللي من الجانب الديني يعني الجانب الاسلامي كما كتقولوا نتوما، حيت خونا حيت هذا خي مال صباح كيقول لي جاوبني من منظور ديني. انا قلت لك اخويا القاعده الفقهيه اللي هي توفر الشروط وانتفاء الموانع، وكاينه قاعده اخرى كتقول لا دار ولا ضرار. انت كونك ملحد ما المانع ان واحد يتزوج حتى مثلا بحيوان؟ تقدر تعطيني المانع وتفضل. علاش دائما كتبغيو تحوروا الموضوع؟ اختي مي اختي مي خا تجاوبيني عافاك. شوف مي شوف اختي مي الله يخليك، انا والله ما كنامن بالبكائيات، غادي تجاوبيني تعطيني شوف اعطيني كتجيو كتستحمرونا وكتبغيو تردونا باننا ما فاهمين والو. علاش اختي كتجاوبيني بهذه الطريقه؟ انا ما قلت لك والو، انا قلت لك غير جاوبيني، انا ما سالتش لك ما والو. ما غنجاوبكش على هذا السؤال وحتى مال ما غيجاوبكش على هذا السؤال. اش كتسدوا لي المايك بغيتي نفهم؟ راه ما قلتيش كلمه لعيب. علاش كتسد المايك؟ لا ما قلتيش كلمه عيب، ولكن كتطلعوا كتبغيو دائما تحوروا. خليها تهضر اصاحبي، خليها تهضر. خا نسد المايك ولكن خدش ليا المايك. انا نسدو باش يسدوش ليا. تسنى تتكمل الاخت الهضره ديالها وديك الساعه جاوبها. وحيت انا خويا اشوف الصديق انا وطالع نناقش ما طالعش نبكي. الا كانت تعطيني تناقشني عقلا خليها تهضر. خليها تهضر دابا، خليها تجاوبك. حيت دابا كتبكي هي، شنو هضرات دابا كتبكي كتقولي نتوما واخا وانا كوني مسلم؟ علاش خصني انا كوني مسلم؟ علاش خصني الادب ديال كتبكي؟ انا كنجاوبك كتقول واخا سمحي لي انا راه نبكيك. قال لك كنبكي بسالة كي دايره غير شوف هو باش عينا ميل قاعده فقهيه. ميل سمح لي اعمل قبل ما نرد جاوبنا على السؤال. قلت ليه السنه والقران لا قبل السؤال قاعده فقهيه. واخا سير سير قاعده فقهيه غنجاوبوا على القواعد الفقهيه، ما كاين حتى شي مشكل. اه غنجاوبوا على كل شيء خاصو غير، ولكن ما يقولكش شنو هو الاخلاق ديالك اللي كيمنعوك انك تزوج بحيوان. واخا اختي انا نسكت والله نسكت ونخليك تهضري. اسمحي لي. اه برافو عمر، خليها تكمل وجاوب. يلا تفضلي معايا الا كنتي مازال ما كملتيش النص. لا انا كملت وتنظن بانه سمعني ويعتذر على ديك الهضره الناقصه اللي كيقول خويا جلوري. اختي انا اعتذر هذيك الهضره شوف والله لا اعتذر لي. شوف اعتذر لك ولكن شوف خويا عمر خويا جلوري غير نجاوب ونجاوب حيت سولني. راه اعتذر راه اعتذر. انا غنعطيك تهضره ميل ما نعطيكش. ام سوري. اوكي عمر اكسكيوز مي. اختي مي مازال باغي تكملي الفكره. نقشوك في النصوص ما كاين حتى شي مشكل، دونك تفضل غنطفي المايك وغنسمعوك، والاخوان اللي عنده الجواب راه غيجاوبك ويتناقش معاك. اوكي تفضل. واخا علاش باش يخلي واحد المداخله على السريع؟ لا لا خليه يجاوب باش ما نضيعش الوقت. خويا يلا عمر شوف انا قبل ما تسولني جاوبني على السؤال ديالك ونجاوبك انا. الضوابط ديال الملحد ولا غير الملحد؟ انا بعدا ماشي ملحد، راه هذا هو راه من الصباح وانا كنقولوا هاد الهضره. اوكي انتم كتخلطوا شعبان ورمضان. المهم باش عرفتي انا ملحد، هذا هو المشكل ديالكم. انت مسلم ما تقولش لي انت ماشي مسلم. انا سولتك سؤال واضح، واحد السيد جوج مسلم جوج بنت عندها 3 سنين وبالموافقه دباها، اش نديروا ليه؟ بيتي تقول لي نقطعوا ليه يدي. علاش؟ اشرح لي. واخا مزيان علاش؟ نحبسوه ما نصرفقوه ندفلوه عليه؟
عطيني علاش اش غادي يدي واحد تجوج هو تجوج اللي عطى الله عطاه تجوج بنت عطانا ملخص لا غير اسمح لي حيت ما بيتوش تجاوبوا على السؤال شوف خويا عمر ما بيتوش تجاوب لا ما بغيتوش تجاوبوا واخا الله يخليك راه فهمت السؤال وراه كان بدا تيجاوب وقال لنا الضوابط والمواعيد عين عمر عين عين عمر أنا خيمال ممكن أنا نحاول نجاوبه باش نشوفهم حيث وبغي يمشي في واحد الاتجاه وإلا ما مشينا لوش فيه غيبقى هيك يغوت وما غنسمعه تشي حال ما غوت أنا والله إلا ده هو أسلوبي بدك أن غوت أوكي يلا يلا وخا سمح لي خليني نجاوب بعد راح درات مي لا 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 أليش تجاوب المايك ديالك راه ما كان سمعوك شعافك واخا أنا نقد المايك أول حاجة خصنا نتفهموا واحد القضية النقاش الأكاديمي العقلاني كيكون مبني على شروط انت كونك هاد الاخت ماي ولا الدري كامل اللي هنا انا ما عرفتش شنو الخلفيه ديالكم وعليكم السلام عليكم يا اخوان وعليكم السلام اختي لك سدي المايك راه كنهضر انت العافاك بغيت النقاش شنا اختي فاطمه عافاك دزت وسمعت بغيت نجاوب على السؤال فاطمه سوك شي غنجاوب واخا غير تسنى حتى يسالي ونعطيك المايك شوف اي نقاش عقلاني اكاديمي كيكون بني على شروط ومن ضمن الشروط ان المخالف كيعترف بالخلفيه ديالو انا باش كتهضر معايا كتهضر معايا كوني انا واحد انسان مسلم مرجعيه ديالك مسلم انت باش تناقشني خاصك تعطيني المرجعيه ديالك الا بقيتي كتهرب وكتنصالح من المرجعيات كاين نتايا كتشوف ان المرجعيه ديالك ما معترفش بها وما افتخرش بها يعني باش كون كتهضر شوف شوف عافاك عافاك المرجعيه حسبنا تقول شي حاجه عمر صافي كون طامع نسمع واش نهضر ولا ما غاديش نهضر واش لا ما غاديش نهضر عمر صافي انت ما تقولش لنا الخلفيه وداك المرجعيه والخلا انا حسبني غنعندو ما يكون والله الا كون طامع علاش دابا ما فهمتش هاد الشخصانه هذه واش انا قلت شي كلمه بعيد واش انا قلت شي كلمه بعيد سمع سمع هو يشرح لك هو يشرح عمر دابا المساله تغي سامبل اكتشفنا بان محمد ماشي نبي الله واش كتطلب هذيك الشيء خلفيه ولا هذا هو دابا بلاشي الشريف الشريف سميتها الاسلام خليه يكمل خليه يكمل الشريف تمنى في كراج علاله صاحبي اللي انت جمله غتهضر مازال ما فهمتيش صاحبي مازال ما قال والو دابا شنو هو الدليل دابا بان دابا الموضوع اللي كان بغينا نهضر فيه انا دابا انت كنهضروا على الدين وداك الشيء واش عندنا شي دليل بان هذاك الكلام كلام الله هذا الشيء اللي كيعاودوك الاخوان تيقول لك بان عندنا ادله بان هذا الشيء ما يمكنش يكون كلام ديال الله بحال هذا الشيء ديال ممارسه الجنس على الاطفال هذا ما يمكنش يكون كلام ديال الله ولا سولتي جاوبك اخويا ما ديرش ليا شوف ما ديرش ليا مغالطه الرشاش 70000 اوكي شبهه ثانيه ساليتي نجاوبك قلت ليا ودير ليا وداك واش نجاوبك ولا لا اوكي اخوان ما يجاوبني حتى واحد الله يسهل عليكم خلي الاخوان هذا كيدير فيها في امازون شنو هما اقسام الحكم العقلي دابا بالزربه شنو هو اقسام الحكم العقلي ما تقول لي اقسام واش انا صاحبي كناقش جاي ديما كيحسب لك كناقش جاي سميتو محمد اسمع صاحبي واش شي دابا دابا عندنا واحد خينا قال لك خالق المجرات الحكم العقلي اش من حكم عقلي واقل ينقسم الى ثلاث اقسام كيمشيو يخراو عليك وكتجي تخرا علينا انت ما غاديش تخرا علينا كيخراو غير على بحالك انت عندنا واحد الميخي قال لك خالق المجرات كل هذا الشيء الوجود انفيني قال لك هضر معاه قلبنا لقينا القران عامر بالفضائح اللي كتسميهم انتم الشبهات فضائح الاسلام واش عباد الله كتهضروا على نبي ولا كتهضروا على شي مريض فاش كتهضر على نبي كتهضر على اخلاق عاليه وكتقول منين جات هاد الاخلاق اوكي شي حاجه واعره منين جابها حنا كنهضروا كنحاولوا ما امكن نخرجوا محمد من خانه الاجرام نرجعوه انسان بحالنا ان انسان انسانيه فيه بحالنا راه ماشي هكا كنتحاوروا فاش كنهضروا على واحد الانسان الذي يدعي النبوه كيدعي النبوه هو كيشق لك البحر كتقول ايه كيفاش شق البحر ياك ما انا لعيني شاف البحر تشق نفس الشيء كيجيب لك واحد الجمله كيقول لك فيها ولا لم يحضن واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن كتقول قد فقاره كتسول الفقهاء والشيوخ والشيخات والائمه تيقول لك وي نكاح الصغيره في الاسلام
أخي كتقول أخي إذا النكاح الصغيرة ميمكنش واحد الإله يجي. تفضلي أختي فاطمة الزهراء. أنا عندي عمتي الله يرحمها وسع عليها جات دم الحيضة في السن عندها 9 سنين والله القاسم إلا جات دم الحيض وهي عندها 9 سنين إيوا شنو نقولو؟ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله لا إله إلا الله شنو نقولو هذا؟ وشو المرة عادي وش متأكدة أختي 9 سنين متأكدة؟ لا كاين 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 البنات اللي كتسمع سمع بالحق ماشي هذا هو الفكره اللي بغيتي توصلي بان عليك رحمها ويوسع عليها جات عدم الحيض 9 سنين هذه زعما راه حالات موجوده راه حنا عارفينها ولكن من بعد شنو انا اللي دابا ما يمكنش ان نبني واحد الحكم على حاله اسمع الاخت عفاك ما يمكنش ان نبني الحكم على واحد الحاله شاده دابا الا كانوا نقولوا 5% ديال 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 البنات كيحيضوا على حد على 9 سنين علاش غادي يجيب واحد القاعده اللي غتدخل 95% حتى هما خصهم يخضعوا لنفس الحكم اذا الحكم كيبدا كيكون على الاغلبيه اشنا هي الظاهره واش الظاهره هي ليكسيبسيون انت كتهضر على شي حاجه اكسيبسيونيل الحاله في حد ذاتها الحاله يعني حنا غناخذوها كحاله اوكي ولكن ولكن واش كلشي واش كلشي البنات كيحيضوا على 9 سنين انا اللي كنعرف في المغرب ما كنعرفش شي وحده في عمرها 11 عام انا الوالده ديالي ربما تزوجات على 13 عام ربما على 12 عام انا جداتي الله يرحمها ولدات عمي الكبير 1941 على 12 عام فتحوا ليها كرشها من جيت صدرها حتى لفوق الحوض ديالها بالطول باش ولدات فهمتي يعني كنهضروا على الحاله يعني انا في هذاك السؤال اللي عطيتي نتايا على واحد الشخص زوج بنته في السن 9 سنين راه تقدر تزوج وتقدر تفك البكاره ديالها ولكن ما غتاديش الوظيفه ديالها بانها تنجب غتعيش معاه لحين توصل غادي يكمل البنيه الجسميه ديالها واصلا إفوا كتجيك دم الحيض راه تقدر تولد وتقدر تحمل يقدر يكون البنيه الجسمانيه ديالها في هذيك اللحظه فاخره حنا تنقولوا باللغه ديالنا العاميه في المغرب تنقولوا وهاد البنت تبارك الله فخرات بلغت وهي تفخر كيكون بحال مثلا في الصحراء كيفخروا بالخف ويلي ولا ما ندوش معايا بهذا الاسلوب هازين عندهم ما مهم تقدري تزوجي بنتك في عمرها تقدري تزوجي بنتك في عمرها 9 سنين اخت فاطمة الزهراء لا 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 ما يمكنش تقدري تزوجيها في عمرها 10 سنين لا حتى 15 عام حتى 16 عام ما نزوجهاش اوكي اذا محمد ماشي نبي الله وهذا ماشي دليل قاطع هذه مداخله ديالي وشكرا على القبول اوكي اذا محمد ماشي نبي الله انت احسن من محمد زعما غير ملي كنشوف انا امراه طالعه كدافع على هاد الفكره ان بنت يمكن لها تزوج في 9 سنين علاش لانها بلغات انا ما دافعتش انا عطيت معطيات حقيقيه مبررات كتعطي مبررات ماشي لان معطيات حقيقيه هاد المعطيات رحنا عايشين في المغرب رحنا عايشين في المريخ رحنا كنعرفوهم فهمتي ولكن ماشي لانهم كانوا متدولين يعني انهم صحيحين حنا النقاش ديالنا اللي كنقولوا بان الناس يقدروا يخطئوا الناس كانوا مكلخين الناس كانوا فقراء كيبغيو يتفكوا من البنات ديالهم بزاف ديال المعطيات على حنا ما عندناش المداخله ديالي حيت انا ما قاطعتكش الله يخليك خليني نكمل المداخله ديالي حيت انا ما قاطعتكش دونك الا كانوا الناس كيديروا هذا الشيء وحنا عارفين بانهم كيديروه ما كيبررش ان اله الكون غيصيفط واحد الرساله اللي كي يشرع فيها
هاد اللاكت هذا راه هذا هو المشكل ديالنا. حنا ما نجوش با لي جون اللي داروا هاد الشيء. الناس اللي داروا هاد الشيء كان الوعي ديالهم فقير، كان ما كانوش عارفين، كانوا عايشين على حسب الوضع اللي هما عايشين. ايه داكور جو سوي داكور افيك توا. كلنا عائلتنا عندنا ناس اللي تزوجوا في 12 عام 14 عام هذا في القرن الماضي ولا في الاربعينات والثلاثينات. ولكن حنا المناقشه ديالنا على ان الشرع ديال الله الاله اللي خصو يجيب واحد الرساله اللي كتنفع البشريه كلها. يعني من ذاك الوقت اللي نزلت فيه الرساله الى يومنا هذا بحكم ان الاسلام صالح لكل زمان ومكان. دونك بتعرف الدار فين كاين في هاد النقطه. الاله جاب واحد الرساله اللي غدوز عليها واحد 100 عام 200 عام 1000 عام وما غتبقاش صالحه، فهو فشل في سميتو في رسالته. راه تنقش فوالا فين كاين الضرر؟ بغيت نفهم الضرر فين كاين. انا جدتي خالقه في 1921، راني قلت لك تزوجات ولدات ما راكي جاوبتي عليه انت ملي سولك الاخ وقال لك واش انت تزوجي بنتك على 9 سنين؟ قلتي له لا. بعد العصر بعد العصر اللي حنا ورا بغيت نشوف الجواب ديالك. راه اختي راه قلتي راه فتحوا لها كرشه من الفوق حتى لتحت. واش فهمتي شنو ما معنى هاد الكلمه؟ واش عادي كتجيك ما كتحسوا بوالو؟ جداها جدها تزوجت في 13 عام، واني ما عمرك سولتي جدك كي عاشت حياتها في 13 عام، ما اختارتش هي تزوج بعدا، ما اختارتش انها تولد، هذاك الراجل هو اللي كيدير فيها ما بغى، هو اللي جابها بحال شي سلعه وحطها، المهم مرته ايه، ولكن هذا العصر ما خدامش، ما خدامش داك الشيء. انا كتجيب بنت صغيره وتنعكحها ما عندها لا هوبي لا مراه خصها تصبن وتوكل الدراري. مع الحوار سير اختي سير كمل مع الحوار. راه هذا الشيء اللي انا بغيت نسمع من عندها، بمعنى انه حنا دابا في هذا العصر اللي حنا عايشين بالتقدم الفكري بهذا الشيء اللي وصلنا ليه، اي مراه ما غاديش ترضى على نفسها انها تعيش هذاك هذاك الوضع بهذاك الحاله بهذاك الشكل اي تبقى معك. ولكن كانه كيضر بالدين، ما كتاخذيها من الناحيه الانسانيه، زعما الدين ما فيهش الانسانيه ولا شنو؟ شنو بغيتي تقصدي زعما شنو؟ ان الاسلام غير صالح لكل زمان ومكان. صافي اخوان نقدر ندير مداخله. عمر طلعتي نقدر نجاوبك على القضيه ديال اقسام الحكم المنطقي؟ لا لا داز باش كيتسال السؤال خصك تجاوب. انا ما تحيه النقاش كان من اخر. انت بديتي تبسال، انت بديتي تبسال هادشي، ما داز حتى شي حاجه استاذ. طلعتي وسولتي سؤال ودخلتنا في مشادات وهضره، ولكن الجواب ديالك اللي طالع كتقلب عليه خصك تسمعو. علاش كتسد لي المايك؟ بغيتي نفهم باش نجاوبك على السؤال. الاخ الله يرضي عليك، هما الناس اللي كانوا منصفين، هاد الناس اللي كانوا منصفين. واش من منصفين ولا محمدين اصاحبي؟ سولتي سؤال نجاوبك عليه، انت طالع غير تقول لنا. اش هاد العنصريه اللي كدير ليا دابا؟ انا ما فهمتش. ماشي عنصريه صاحبي، ماشي عنصريه، راه انتم كدافعوا على واحد. تطيح اللايف، تطيح اللايف في الليل بلوكي. لا ما غاديش يطيح. اخوان اخوان ممكن تدخل؟ تفضل اخويا مونا تفضل. بيالير الى بالك بلوكي. السلام عليكم. طالع غير راتي سينيالي وتيقول داك الهضره دابا شي كومبلين. تفضل مونير. مع احترامي للكل وادب النقاش والسيد مضيف المشرف على اللايف، تحيه لكم كاملين. كنظن بان انا نقول تنعرف الهضره فين غاديه بعد من باب الادب، خصني تنعرف الهضره فين غاديه ياك، لان نقولها وانا ضخم. ربما خلاصه القول كتهضروا اما الشقين، الالحاد، الموقف من الزواج القاصر، الشريعه المغربي شنو الموقف ديالو من الزواج القاصر؟ لا 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 ما كنهضروش على الالحاد. اسمع الاخ، كنهضروا على ادله كدل على ان محمد كتب علينا ما كاين لا وحي لا والو. التصرف هذا تصرف إجرامي لا أخلاقي،
وهذا هو الدليل اللي عندنا بأن هذا الشيء ماشي كلام الله. ما يمكنش الله يجيب لنا التشريعات اللي كتخلق لنا مشاكل وكتضرنا في الحياة ديالنا. عرضنا مع الأخت فاطمة الزهراء قلت لك بنتي أنا ما نتزوجهاش واخا يكون في عمرها 15 عام. هذا دليل قاطع بأن هذا الشيء الله ما قبلناش كإنسانية. والمنطق كيقول داكشي اللي جاب الله خصنا نموتوا عليه وخصنا نلقاو فيه المصلحة ديالنا. حنا وصلنا دابا لواحد التناقض كبير أن داكشي اللي جاب لنا الله ولا كيخلق لنا مشاكل. عندنا نكاح أول حاجة ولا زواج الصغيرة دابا سمعوا عندنا العبودية أول حاجة أول حاجة المرأة تكلم تكمل داك تكلم 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 تفضل الاخوان. اول حاجه باش نكون واضح انا عبد ربي قابلت بزاف ديال الملحدين ماشي عام غير ملحدين من دول اخرى وعطيتهم اقناع على 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 وجود الله. راه حنا ماشي ملحدين وراه حنا ماشي ملحدين حنا اكتشفنا حنا ما كنعرفو حتى شي حاجه عن الالحاد. حنا اللي كنعرفو هو ان شي حوايج جابهم الاسلام دليل قاطع على ان الاسلام من صنع انسان. هو هذا هو المشكل. انا عرفتكم ماشي ملحدين. عندك شي دليل كيثبت بان محمد واش عندك شي دليل كيثبت بان محمد نبي الله؟ ومحمد نبي الله اول حاجه كاينه صوره محمد في القران ربي كاين صوره الكافرون كاينه تايله وكاينه صوره النمل كاين صوت البقره واش بغيتي؟ اسمعني سورة محمد إذا كان سورة محمد كان محمد نبي أنا نجيب لك السورة نقول لك فيها أنا سورة نجيب لك فيها ونقول لك فيها كاينة في نسميها بياليخ تقول لي واش بياليخ نبي يقول لك إيه نبي علاش حيت كاينة واحد السورة سميتها بياليخ واش هذا دليل بأن أنا نبي؟ إذا نفيق معنا خذ العاطفة على جناب وخدم معايا العقل ديالك. العاطفة ديالك استعمل عمرتك ولادك الكلب ديالك المشي ديالك ما تجيش تستعملها هنا خويا بيالي غير بين قوسين هاد الصور ديال العناوين ديال الصور شكون يحطهم راه ما كانوش هادي ما فرشش المسلمين صورة البقرة واش نزلوا من عند الله راه العناوين ما نزلوش من عند الله هادي مسألة حيت كان واحد المرة كان واحد صورة إسرائيل وصورة صورة إسرائيل وعندها سمية أخرى فشردوا إسرائيل هي السمية ديالها الأصلية هاد المسلمين وكانت المهم هاد أسماء الصور ما كانوش غير المسلمين اللي داروهم هاد الشيء راه ما فرشت المسلمين سيروا بحثوا في هذا الموضوع اخوان الله يجازيكم بخير. اسمع منير 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 انا نقول هادي وغنحاول انا نمشي في حالي غير للدعابه تكلمي انا كندوي مع واحد ملحد هو معترف راسه انه ملحد كنهضر ويقول لي قال لي واحد الفكره بالسخريه قال لي الرسول انا كنشوفه كان واحد اكبر مريقل في ذاك العصر تلاقى مع أكبر قطاطعي كونو اللي هو عمر وكونو جيش وجلسوا كيحاربوا بدارعة الإسلام وعمر جالسين تيكنزو كي ياخدوا في الأموال ديال الناس وهذا ما كان. مع العلم أني أنا مسلم غايب باش ما تاخدونيش بشي فكرة ماشي هيك متفقين معك سي فاطمة الاسلام والا فات غير هو واحد المساله نقول لك واحد القضيه حنا دابا مشينا في الدين الدين كنظن بان الدين 100% حرم زواج القصيره حرم زواج القصيره ترى ما كاينش خوك اصلا في الهند سمعوني خلينا خويا التحريم سير اخويا سير في الاخر هذا الشيء ونصمع فين حرمهم سير كيزوجوا الاطفال في الهند في الهند وانتم عارفين اللي الهند راه كاينه لا معتقدات ولا اديان ولا في الهند كيزوجوا الاطفال في المغرب كنعرف انا مناطق في المغرب باقي الان لحدود الان كيزوجوا بناتهم على 12 عام رغم ان المشرع المغربي في تعديل مدونه الاسره
كيقول لك السن الحقيقي والقانوني للزواج هو 18 عام، الا بعض الحالات اللي كتكون فيها موافقه ديال الام والاب، مثلا الدري كتكون باقا لها شي 6 شهور 8 شهور حتى العام باش تكمل 18 عام، كتكون واحد الموافقه ما بين الوالدين ويقدر هذاك الزوج يتمتع بالزوجه ديالو. انا كنعرف دري مجوج بدريه ما عندهاش 18 عام ولكن بالموافقه ديال ماما ما طيحش لاكت ودير. نكونوا واقعيين، اول حاجه داك الزواج الناس قالوا بان الزواج ديال الزواج المبكر ما خدمش، ها هو دابا لا الزواج المبكر لا الزواج المتاخر، ما كاين حتى حاجه حتى حاجه ما من تحيد الزواج المبكر مابقاش الزواج المتاخر. خليتكم على خير تصبحي على خير اختي فاطمه. تصبحي على خير اختي فاطمه. خويا منير وجهه نظرك انت كامراه غير قول لي، قلتي واحد الجمله قلتي لي الاسلام حرم في مازال ما جاوبتيناش، قلتي بديتي مزيان قلتي لي الاسلام منع الزواج القصيرات ولا الصغار. انا حنا هضرنا على 3 سنين مشينا بعيد، انت كتقول دابا الزواج ديال القاضي 15 16، القاضي عنده سلطه تقديريه، خلينا من 15 16 17. دابا قلتي الاسلام منع زواج القصيرات ديك الطفله، بديتي مزيان شرح لينا دابا فين منع الاسلام. يلا سير دابا اسمعوا لي، اول حاجه بيني وبينك كنهضروا صحيا في الصحه، واش الدريه ديال 12 عام مؤهله للممارسه الجنسيه؟ مؤهله سي الاسلام؟ سي الاسلام ما قلتيش المنطق. لا خلي المنطق، حنا كلنا متفقين باللي فيه الان 3 سنين ما خصهاش تجوج، انا وانت واخا نكون ملحد ربوبي مسلم، ولكن لا انت قلتي الاسلام كيمنع، وريني فين كيمنع الاسلام، النصوص الاحاديث والقران. يلا سير اخويا سير اشرح لينا. والنصوص باش غادي نبدا نعطي الاستدلال، باش نعطي الاستدلال ونجبد لك هذا الشيء دابا خصني وقت نعطيك الادله و ماشي مشكل حتى غدا ولا بعدو دخل، ماشي مشكل ماشي مشكل، غير هو باش نهضروا بواحد. انت متاكد؟ انت متاكد كاين في النصوص اخويا؟ اصلا لا المنطق باين، واش ما جاتش 3 سنين المنطق باين، ولكن اخويا راه المنطق راه واحد في افغانستان اللي كيتزوج بطفله صغيره راه كاينين الناس في افغانستان كيقول لك من حقي كيقول لك الاسلام ما منعنيش. نعم سير اخويا. ما بيني وبينك دابا انت بنت، حنا رجال عيبنا واحد، واش انت بيني وبينك بنتك حتى تزوجها على 12 عام؟ لا يعني واش هاد السيده هاد البنت لا حياء في دين مؤهله للممارسه الجنسيه؟ انا عشت مع راجل لا حياء في دين لا في العلاقه الحميميه، واش مؤهله؟ لا ايوا السلام عليكم نتفق معك هذا علمي العلمي. لا ما كنهضرش على العلم اخويا منير، بان كنهضر على الاسلام علميا. لا انت دابا انت استنتجتي من راسك من العلم من غادي نبحث في الموضوع، غادي نبحث غادي شوف شوف الاخ منير راه هادشي انت اللي كتقول راه حنا كلنا متفقين عليه، وراه هذا هو المشكل هنا. فين 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 كاين المشكل؟ حنا عارفين بان البنت ديال 6 سنين ديال 10 سنين ديال 12 عام ديال 14 عام غير مؤهله، مام ديال 15 عام وديال 16 عام غير مؤهله، مازال كتكون عقليا وجسديا والبسيشيك ديالها وداك الشيء كله مازال في طور التكوين، هذا الشيء راه حنا متفقين عليه، دونك بلا ما نضيعوا فيه الوقت، حنا كنناقشوا النصوص، واش بغيتوا تفهموها ولا ما بغيتوش تفهموها؟ النصوص النصوص وباش نجيب النصوص إذا عطيتوني إذا عطيتوني غدا إن شاء الله الأخ ما كاين حتى شي نص. اسمعوا اسمعوا معافك غادي الا عطيتوني غدا ان شاء الله غادي نجبد لكم نصوص وادله كت 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 كتمنع او لا على الاقل كتنهي على الزواج ديال البنت اذا كانت باقا قصيره، لان لان شنو كتعني بالنصوص؟ شنو كتعني عافاك شنو كتعني بالنصوص؟ واش تعني القران والحديث الصحيح؟ اي الشريعه والسنه، الشريعه والسنه. لا قول لي واش القران والحديث الصحيح؟ انا ما كنفهمش الشريعه وهذه واللي غيدخل فيها شي شيخ عنده الحياه فيها جوج مترو وشي هذا، قول لي القران والحديث الصحيح باش نكونوا متفاهمين. غادي نبحثوا فيهم بجوج بجوج. يلا صافي الاخ صافي سالات المداخله ديالك، دونك تنتسناوك غدا ان شاء الله منين يحل بيان ليغ مرحبا بك، جيب لنا هنا كنعاودها قدام هاد الناس القران والحديث الصحيح،
جيبهم لنا وحنا معك. يعني اشنو اللي كيأكد على ان زواج القصيرات امر مرفوض ومحرم ياك؟ الآه فوالا تحريم زواج الصغيرة في القرآن والحديث الصحيح. جيبهم لنا غدا. صافي ماشي صافي صافي ماشي مشكل. وجيب معاك فين حرم الإسلام العبودية مثلا تا هي إلا لقيتي شوية شي مرة عنده تحريم العبودية. شوف إلا الإسلام حرم العبودية تا هي جيب لي كاين واحد المقول كاين واحد المقولة شهيرة متى استعبد متى استعبدتم الناس وقد ولدتكم أمهاتكم وأحرارا. هذه بعدا هذاك زعما لا منير هذه كتعني هذه كتعني الحر ابنتي عافاك وبعد هذه كتعني الحر ما تردوش عليه وعافاك وبصح هذه كتعني الخيلس عزيز عليك الحر واش عزيز عليك الحمص هذه اللي قال هو هذه قالها عبر وهضر قالها على الاحرار والمؤمنين المسلمين تماما سيقلب 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 اخوان اخوان اخ منير اذا جينا نهضروا على العبود اخ منير الله يخليك الله يخليك غير الله يعطيك الستر ملي كنت دير البحث ديالك في هذا الموضوع بوغ دوما باش غدا تجي تفهمنا شوف شي بحث على شي خدمه بلاتي بيان لي واحد ماشي حتى دقيقه غير خمسه ثواني بحث غير على الرسول ملي مات شحال خلى من عبد موراه ديالو هو ديالو راه كاين بالسميات ديالهم شوف هو من اللي مات شحال خلى من عبد وغتعرف واش الاسلام حرم العبوديه او لا. ونزيدك واحد المساله الى هضر نبعدوا حنا على الاسلام والشريعه ما متفقينش معايا بان دابا الحدود الان العبوديه باقا الان كاين واحد الحاجه في الاوطان ديالنا باقا العبوديه هذاك خير مثال تافه ماشي مثلا عبد كيتباع وكيتشرى دابا لا لا واش دابا انت ليبران جيمس واش انت خدام واش انت خدام على صالير خدام عاسم اللي انت خدام في شي بلاصه على صالير دابا هذه هي المقابل الاجر كاملين ملي كنهضروا على العبوديه هذا هو الجواب ديالكم ديال انت ملي كتخدم راه بحالك انت كل ماشي الخوت والله ما تبقى تجيب لي كتسني ان كونطرا وكتمشي انت كتقلب على ديك الخدمه انت اللي كتمشي تقلب عليها وتدير الشروط ديالك واللي غيخدمك تيدير الشروط ديالو عندك الحق انك تقلب عندك الحق انك ترفض وملي كتكون خدام بالصالير ديالك نهار ما كيعجبكش الحال كتقدم الاستقاله ديالك وكتمشي في حالاتك دونك ما كاين حتى شي حاجه عافاك ما تبقاوش ديروا لنا المقارنه راه ما عزيزش عليا اللي كيستحملنا كل رجال وجيبوا لنا كملي كملي واحد العبوديه اسمو ليا العبوديه في عهد الجاهليه قبل الاسلام وبعد الاسلام وفي الجاهليه راه دابا كتبيع الكيوي دابا العبوديه اللي كانت قبل وتحررت منها البشريه كانت عبوديه واحد كيمشي يجيب لك الكلمه ويسقى عليك وتقدر تشقى عليه لابشع طرق التعذيب ما بقاتش ولكن خرج عيني خرج فينا هو وبغيتو خرج خرج منير خرجهم مزيان فينا هو وين خرج عوينات ولا ناكل كل عرفت ديك الاغنيه ديال خرج عويناتك ولا ناكل كل الببوشه ديال الببوشه الببوشه خرج عينيك منير خرج واحد الاخ كيقول لك العبود كانت غير البارح في امريكا امريكا منير امريكا هي الدوله اللي ابشع بدات من ابشع العبود بارت في الولايات المتحده الامريكيه منير احنا ماشي امريكانيين عافاك اصبر اخي اللي جاب لنا واحد الوريقه بغينا نقراوها ما قريناهاش في خاطرنا اخوان وعبدو الاخر عبدو البرشلونه صباح الخير المايك محلول عافاك خلونا نقرا اش دار الاخوان اخوان الله يجزيكم بخير ما كاينش شويه ديال العين الخارجين
انا من وجهه نظري العبوديه ما باقى لي حدود الان وما عمرها تحيد. علاش؟ ماشي ديك العبوديه اللي كتفرض لك، العبوديه اللي انت كتخسرها ماشي اللي كتفرض لك، ملي كتفرض ما بقاتش هذيك من حدك انت حتى انا غت منير ما بقاش ترول الانسان 25 وعارف كتخدم الصالير ونفس ما هذيك تسمى عبوديه. راك منير راك غير كترول. وكاين واحد سمعوا لي الاخوه، كاين واحد المثال كيقول اذا كان راتب يكفيك اجل ان تاكل تشرب وتنام في الماضي كان يسمى عبوديه. اذا كتخدم على الماكل تشرب عبوديه. تخيل هذا عامر منير هوني خصنا نديروك شي تقبه في اكبر عبوديه تبدل. هذه اكبر عبوديه. ولا خصنا نزيدوك واحد البقاله، راه واخا غادي نزيدوك واحد البقاله في الدماغ ديالك. والله حيت الانتيليجونس ديالك كبيره، الدماغ ديالك ما يقدش على داك المخ. خصنا نديروك واحد البقاله في راسك ان شاء الله، فهمتي؟ الدماغ ديالك يقد على الفكر اللي عندك. اسمع لي اسمع لي، انتوما كاع كتهضروا على منير واش عندك شي بقاله؟ دابا اسمعوا منير واحد الكلمه. دابا انتوما كتهضروا كاع على العبوديه. انا كنهضر ان العبوديه بالمنظور ديال هذا العصر. انا كتبان لي العبوديه باقا مادام الناس يعطيك ستر. شوف انا راه كنبغي نحترم المخالف ملي كيكون واعي بالمسائل اللي تيقول. حنا ما كنناقشوش هاد العصر، ما كنناقشوش ميريكان. حنا الى الى الى, إلى جينا كننقدوا تنتقدوا الدين، راه ماشي باش نبرروا ميريكان. ميريكان راه ماشي هي الاله. الميريكان حتى هي راه كدير اخطاء. الميريكان حتى هي راه عندها مسائل ما مزيانينش، وحنا ما كنبرروهاش، وحنا ما كناخدوهاش كقدوه. الميريكان راها بشر بحالنا، بشر عادي ياك. حتى هي كدير اخطاء، وعبر العصور ملي كتلقى راسها دارت اخطاء تتصححهم بالقانون الوضعي. وباش تجي انت تحور النقاش وتقول لينا لا حقا حيت نتوما كتخدموا بالصالير وداك الشيء، الا ما بغيتيش العبوديه ديال الصالير سير اسيدي انت مونطي لافير ديالك راسك وخدم فيها. عندك الخيار. حنا كنهضروا على العبوديه ديال الناس اللي ما اختاروش انهم يكونوا عبيد. الناس اللي كيتباعوا كيتشراوا في سوق النخاسه. يمكن لك تسمعني، الله يعطيك السر. اللي تيتباعوا في سوق النخاسه، الناس اللي كيمشيو كيتخرجوا من ديورهم وكيجيبوا تيجيو كملكات اليمين، وهما ما عندهم حتى شي اختيار في ذاك الوضع ديالهم. وهذا الشيء كله بتشريع الهي. راه هذا هو النقاش ديالنا. راه الا بغيتو نناقشوكم، راه حنا حالين هاد اللايفات باش نناقشوكم. ولكن باش انت تجي عليا وتدخل وتخرج في الهضره وتحور وتقول لي امريكان وتقول لي هذا العصر وتقول لي الصالير وتقول لي، راه كتدخل وتخرج في الهضره، كتضيع عليا انا وقتي وكتضيع انت وقتك، حيت عارف بان ما غنوصلوا حتى شي حاجه. الموضوع ديالنا التشريعات الاسلاميه الدينيه. اختي مي خويا منير، خويا منير غير نكمل على هذاك الشيء اللي قالت اختي. ونخليك تجاوب اخويا منير. وكنشكرك، شوف وكنشكرك على الرقي ديال الهضره ديالك وداك الشيء. شوف المداخله ديالك زعما غير واحد المساله بزاف. كاين واحد السيد هنا سميتو سعيد كيدخل كيقول لك امريكا راه فيها كذا زواج القاصرات، يقدر لي مورمون ولا. شوف حنا راه ماشي كنعبدوا ميريكان. كاينين شي ناس كيحسب لهم الملاحده هادو راه ميريكان. راه لا، ميريكان عندها بزاف د الامور مزيانه، ولكن راه ميريكان عندها بزاف د راه كاين استعباد. منير كتقول باللي كاين واحد النوع ديال الاستعباد، متفق معاك، ولكن حنا كنهضروا على ذاك الاستعباد اللي هو مطلق. انك واحد الانسان كاين واحد عبد هو خدام عنده صالير وكل شيء، وعبد في واحد الشركه، ولا عبد عند واحد لوبوس. هذاك ايه كاين داك الشيء اخويا، وهذيك موضوع اخر نهضروا عليه باللي هاد لا سوسيتي اوكسيدونتال راه هي فيها عيوب. مع كامل باش تقول بان انسان اللي خدام في الشركه عبد عندك الشركه ولا عبد هذا عبد بطريقه اخرى، ماشي هي الفكره. لا اختي مي ما كنقولش انا كنهار ما كنقولش بحال اه
ما كنقولش بلي هما عبيد بحال بحال، متفق معاك كاين اختلاف. لا ولكن حتى انك تستعمل هذاك المفردة ديال 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 حنا نمشيو ايه بون عبد، كاين اللي يسمي عبد كاين اللي يقول لك لا بلي انا انسان يعني ماشي حر 100% مثلا ولا شي حاجه، نقدروا نختاروا في الكلمات، ولكن انا غير كنقول لمنير بلي هذا لا يعني ان انني انا مع لا سوسيتي اوكسيدونتال 100% في داكشي اللي كدير، فهمتي؟ ولكن داك الاستعباد ديال الجاهليه راه كي هو هضر على الجاهليه، راه الجاهليه راه الاسلام راه دار شي حوايج بحال راه خدا شي حوايج من الجاهليه تماما نطبقهم، ما بدل داك واحد البنات راه كان كذوب داكشي راه كان شي حوايج. المهم هادشي غير باش نشرح لك، وكاين اللي كيقول لك امريكان كيبغى، واش انت امريكان راه كتقتل الناس؟ واش انت كيقول لك فاش كتهضر على العدل كيجي كيقول لك راه امريكان كتقتل؟ واش انت دابا الا قلتي امريكان كتقتل دونك كتعترف ان الاسلام حتى هو كيقتل؟ فاش كنهضروا على الغزوات كيجي كيقول لك واحد راه حتى امريكان كتقتل، راه قتلت في العراق. او سيدي راه امريكان قتلت في العراق، واش انا قلت لك امريكان مزيانه؟ اذا انت كتعترف بلي الاسلام خايب وكتجي باش تبرر الاسلام انه خايب؟ لا راه كاينين دول اخرين خايبين بحال الاسلام، اسمح لي. المهم هذا هو الراي ديالي. متفق معك. دابا انا بديت كنستوعب اش من نوع ديال العبوديه كتهضروا عليها. انا هضرت على العبوديه ديال هذا العصر هذه، اما من العبوديه ديال القديمه ما هضرتش عليها. انا كتبان لي العبوديه اللي كانت قديمه ديال كتمشي كتشري واحد العبد اولا هذه، كنظن بانها كنظن تقدر تكون باقه، ولكن باقه في شي دول اللي معزوله على العالم كتبان لي الله اعلم. اما ما كنظن بان في العالم كامل مابقاتش هاد العبوديه اللي كتكلموا عليها. انت فهمتني ميرسي. دونك كاينه صحيح ان كاينين باقيين شي دول نهائيه اللي مازال العبيد، ولكن حنا الموضوع ديالنا هو التشريع الاسلامي. دونك انت كما قلتي غادي تمشي تقلب على سميتو التشريعات اللي حرمات الزواج الصغيره بالقران والسنه، عفا قلب لنا على بالقران والسنه فين تحرمت العبوديه في الاسلام. دابا واش تفاهمنا ولا ما تفاهمناش؟ صافي دابا فهمت، تفاهمنا. شكرا. تفاهمنا. ايوا المهم صباحكم مبروك، وكان تشرفت بالمعرفه ديالكم. انا غادي درت لكم متابعه في الكونت ديالكم، وان شاء الله غدا ان شاء الله غادي نرد عليكم باش ما كان. وشكرا على النقاش الشيق. مرحبا خويا منير. مرحبا. هذا شرف ليا والله، هذا شرف ليا بالله، شرف ليا كاملين. وهذا اللايف هذا الحمد لله بان ليا فيه ناس ما ماشي تافهين اولا سفهاء، ما كيحترموش ادب الحوار. بحال شي لايفات كتجي تناقش على موضوع الساعة ما كتلقى واحد كيطلع كيبدا يعير كيبدا يقول شي هضرة خارجة مع ذات علاقة بموضوع اللي كندويو. الحمد لله الناس بحالكم صراحة، وتشرفت بكم، تشرفت بمعرفتكم. شكرا الأخ. شكرا. شكرا إخوان. دابا أنت غادي تكفر. كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. معكم المتنبي. اولا بيان لير، كنت كنشاهد اكثر من 10 سنين دابا، كنشكرك ديجا انت وبعض الناس بلا ما نذكروا الاسماء ديالكم كاملين من انترفيو كان معك دابا في اللايف. نقول لك واحد الحاجه، كنتو بحال شي رسول للانسانيه. كل واحد فيكم ما غنذكرش الشخصيات، مي كل واحد فيكم دار واحد لا تكنيك بيان سبيسيفيك باش يوصل لو ميساج لو ماكسيموم ديال لي بروفيل اولا لي كاتيجوري اللي كاينين. علاش عجبني بيان لير بارمي لي زوتر؟ دار واحد لا تكنيك ديال صرف قمو باش بحال الادرينالين، باش ملي كيقول شي واحد كنضربو الادرينالين باش نفورسيو لو كور انه يعطي ديك كتصرف قليه بنادم بواحد النوطه اللي هي فري كاينه لوجيك غيال، ولكن بواحد ترجمة الدارجة اللي مفهومة العامة ما كتبقاش. اكزامبل ملي كنتي كتهضر مثلا على النكاح ونكاح الصغيرة، كلمة نكاح عقلتي على دوك الفيديو قدام، كلمة نكاح علاش ما تعوضاتش مثلا من خالق هذا الكون بكلمة أخرى اللي تقدر تكون زواج مثلا أو إلا عقلتي على هاد لي بارتي. دوكو كنتي كتصرفق ليا بنادم، وديك التصرفيقة عاونات نقدر نقول لك ما 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 بيان سور التصرفيق ما غيعطيش ليفي بوغ 100% ديال لا بوبيلاسيون، مي كنتي
بحال سيبليتي واحد لي جون اللي من بعد فهموا ديك التصرفيقه ديالها. شو انا عادوا بالخالق العظيم من قولتي انا وليت كنطبقها اليوم. دوكو صرفق ليا بنادم ترجم ليا بالدارجه ما تحتاجش تبقى تقول لي وان ونحن وعن عن 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 فنتنزن. خذي قولي دابا دخلنا عليك بالله ها هي الابل هي بنت هي البارح واليوم مثلا التليفون ديالهم فيه كدا وكدا 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 عرف كخالق الكون قال هذا الكلام ما قدرش فهمتي شي حوايج عاونوني انا اليوم باش نقنع بنادم. دوكو كاينه السخريه كاين بون كاين بزاف الحوايج كل واحد كيفاش. مي اللي عجبني ان بنادم اليوم بدا يوعى بدا يحل عيني بدا يخدم عقلو. كانت واحد 15 20 واحد لا جينيراسيون ديال الثمانينات حتى البدايه الاولى ديال التسعينات طاحوا في واحد الزمكانين اللي خلاتهم الظروف كيقول فهمتي يعني خص كبرنا على الاسلام كما كنقولوا ديما من الصغار من الروض كبرنا على فكره انك خصك تكون لابس كرافاطا وموظف وعندك روتريت وسينيساس وجو سي با كوا مربي على ما نعرفش شنو الوغ كو بقيتي في ديك القوقعه وقتاش فهمتيها حتى كتب لك هذا الخالق انك تخرج من ذاك البلاد ديالك حل الراس تشوف الانسانيه بصح كي دايره هاد كتقول وات ذا فاك از ذيس ريل واش هادشي واش دابا انا كنت تما محسوب عايش ولا غير على قيد الحياه واش انا كنت جو في او جو ريسبير كو د لوكسيجين. منين كيطرا مثلا ان غراف بروبليم و tu es obligé de se retrouver là-bas où tu étais auparavant كتصدم كتكون ولفتي واحد البزيزيره زويونه سمحوا لي على لو تيرم وكتقطع عليك. دابا انا اليوم رجعت للبلاد السعيده اللي كنتكلم باللغه ديالي. المشاكل اللي دابا انا دابا كنعيشها مستحيل. مي لولا الطاسه الحمد لله اللي عندنا المغرب كينتج الطاسه لولا الطاسه ما كنتش نقدر نسيبورتي نقدر نكون الانسان اليوم احمق كيضرب بالحجار ولكن الطاسه عاونتني و حتى ليومانيتي يعني التفكير اومينمون عاوني لحقاش جو بونس با ان كرياتور كري دي جون بور لي فيغ سوفخيغ. والسلام على من اتبع العقل واسمع وميرسي بوكو بيان ليغ اي بون كوراج بون كونتينياسيون. احبابي خويا شكرا شكرا. مدخله قيمه خويا المتنبي بيان ليغ اللي كثر على يدي كثر من اللي سلموا على يدي. خويا خويا كيفاش؟ قلت ليك اللي كفروا على يديك كثر من دوك اللي سلموا على يد محمد. لا ما تمشي شوف اليوم تمشي اللي كفروا على يديك كثر من سكان بعد هو اليوم. اي ما ديت لهاد القضيه البال شحال سلموا تبعوا شي 70 واحد فاش كان في المدينه ميم با شي 25 واحد. لا هاي تسدو 60 70 هاي خيلو جبد لينا الوثائق اخويا جبد الوثائق علي بن ابي طالب كان عندي واحد الرابور ولكن توضا قال لك بغى الوثائق هذا باين عليه كاتب عمومي. قلت لك علي بن ابي طالب باش التحق به راه كان باقي بريش كيحرق حتى هذاك محسوب حتى هو في ذوك 69 يا متنبي باش كيعجبوني المسلمين ديما كيلقاو الحل اي تخربيقه وقعت خص يقلب ليها على شحال الصحابه تقاتلوا بيناتهم واحد قتل واحد كيقول لك لا راه ما فهمتيش راه داك الشيء ما خصكش تقول ديك الهضره هما تقاتلوا ولكن اش دخلك انت في داك الشيء. تصور اليهود تقاتلوا بيناتهم دوك الصحابه ديال موسى ولا الصحابه ديال عيسى هما لا وقت ما لقاو شي تقبه عند المسيحيين عاجي شوف اش المسيحيين حرفوا شوف اش داروا ولكن جرائم ديال الاسلام بين وعثمان كلا الفلوس ابن عباس كلا الفلوس ديال المسلمين كلا فلوس الزكاه قتلوا الناس
تقاتلوا بين غير مات محمد تقاتلوا بيناتهم يعني وكفروا الناس اللي ما باوش يعطوا الزكاه كفروهم. تصور واحد ما باش القبائل قال لهم حنا الزكاه حنا نعطيو الزكاه ولكن ما نعطيوهاش ليك انت نعطيوها حنا من عندنا. واش كاين شي حكم في الاسلام كيقول الزكاه تعطى لشي واحد تعطى لشي حاكم؟ الزكاه نعطيها اللي بغيت انا. واش كفروهم حيت علاش القضيه فيها الفلوس؟ المهم انا كان سير اخويا سير دي فوا بحال المواضيع عباس الا سمحتوا خذ الكلمه خذ الكلمه من بعد نهضر لكم على عباس شنو دار. مرحبا غنكون غير غابيد بعض المرات في اللايفات ديالي كنهضر بحال هادشي هذا كنحاول ندخل اسمحوا لي غنستعمل لو ميم تيغم باش تتفهم كنحاول ندخلوا البنادم بشويه ما كنحاولش نصرفك بحال بيان ديال بزاف ديما كنحاول نهضر بشويه كنبدا بحال هكا بشويه بشي موضوع بشويه غادي بشويه حتى لواحد الوقيته كنعطي واحد ليكزامبل زوين وبغيت نشاركو معكم سي كو طرا لنا واحد الرومبوان زماني حنا في واحد الوقيته شكون هما حنا لهذوك الناس اللي سماهم اليوم الخوارج. هذوك الناس ملي بداو يفهموا شويه ويدويو او ميم ماشي في نفس الوقيته زعما ايغالمون مي تقريبا في نفس لاج في نفس العصر بدات العصور التنويريه في اوروبا والحرب الكنائس تقريبا دوكو واحد الناس دخلوا هذوك اللي مشاو يحاربوا الكنائس دخلوا عند واحد الناس شنو لاباز ديال الدين ديالو مثلا المسيحيين شنو لاباز ديال الدين ديالهم المحبه جاو لقاو واحد تيران زويون جاو طق 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 نشرح حنا كنشوفوا اليوم هذوك الناس في مصر في داك السياق الزمني الناس اللي بغاو يديروا نفس اللعيبه ان حنا عريبان كحل الراس لقاو الاخرين شنو هو لاباز ديال الاسلام ديال الدين ديالهم شنو هو هو قطع الرؤوس والحرب موالفين بنادم والعبوديه مولا جاو كلاوهم الاخر بنادم مسكين قاري وحلل لك النجم وحلل لك ما عرف الاتموسفير قبل ما تعرف شنو هي الاتموسفير حلل لك مواقع ما عرف شنو قبل ما تعرف شنو هي الاسترونولوجي جيتي انت كفرتي وخرجتي وحاربتي علاش حيت تلقى عندك اكسبيريونس في الحروب لولا ما كانش هذا الرومبوان الزمكاني كرة بيتتر العكس يعني لو كان ان المسيحية هي اللي مبنيه على تقع الرؤوس او الاسلام هو اللي مبنيه على المحبة بيتتر كنا نكون احنا زوينين اليوم كنا احنا نكونوا ما هذوك اللي كنقولوا لعباد الله الاخرين وعباد الله ورا المسيحية راه تخربيق ورا فهمتي شنو بغيت نقول كاينين دي تخوك بحال ما عندنا الدين المنظر حنا عريبان من الوجود من اللاضيين ديالنا من حنا وحنا 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 حيوانات منويه عندنا شي لعيبه ما عندنا فيها زهر ما عرفتش حيت اي واحد وصل اليوم ولا اي واحد دار شي لعيبه ولا ايديولوجي ولا عاونوه جوج حوايج اللي كيتجمعوا في كلمه واحده اللي هي الزمكان. علاش انا اختاريت كلمه المتنبي ماشي معرفه في الشاعر ما كتسول اول واحد فيكم يقول لي ما انت سميتي المتنبي شنو هي شي شعر ولا شي لعيبه كتعجبك عند المتنبي نقولك الله اعلم ولكن قريت ملي قريت القصه المتنبي حيت هو من الرسول عليه الصلاه والسلام وجا وقال لهم حتى انا نزل عليا وحي وحتى انا دابا كنكتب قران وكيكتب عليهم شي حاجات بشكل كفر جو بونس ان كل متنبي جاي قبل من الرسول وعطاهم نفس الشعر ديالو كان غيامنوا به واش فهمتوا لافير دونك واحد الرومبوانات الزمكانيه ما عاونوناش ولدابا عاونونا هذا الرومبوان الزمكانيه علاش؟ تفضل خويا اخي لوس ديزولي بور لا كوبي وي 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 شكرا بغيت نبي لكم واحد اللعيبه هضرتو عليها العبوديه باش تعرفوها ماشي علميا ماشي خرط ولا هضره ديال الخاوي بغيت نعطي لكم الكاميرا تشوفوا واحد اللعيبه وتكونسونتراو معاها دونك تشوفوا هذه خريطة شمال افريقيا شنو هذه الدراري شي واحد يقرا الماسة سيجي الماسة وهذيك اللي فوق نشوف زمور اوكي
دابا شوفوا هذه دينا دينا دات زعما دينا عهد صدات دو كيلون زعما العهد ديال الامويين والعباسيين. اوكي 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 تشوفوا لي فليش هاد الفليش الحمراء ملي جايه يا ميك اه لا مدين لا كير وهادي وسط ليبيا وتونس حاليا مالي عرفتي شنو هما هادو هادو الطرق التجاريه ديال العبيد اللي اختارهم المسلمين ما كانوش في التاريخ اللي قبل ما كانوش هاد الطرق التجاريه ديال العبيد ماشي التجاره هادي ديال العبيد اللي كانت يعني اللي تيجي وسنتحو تيقول لك بان جاء الاسلام باش يحرم العبوديه لا وصل لا كونسونس واش لدرجه كان خالد اخرى ممكن نجيبها لكم بعد ديال طلعوا الفوق حتى السكونديناف حتى عند النرويج والسويد داروا طرق وكاينه طريق غاديه لباري هادي نجيبها لكم من الكتاب سميتو لسكلافاج لستوار لسكلافاج جسكو 17 سيكل يعني تل العثمانيين واشي في هاد الخرائط انا نجبد لكم حاجة اخرى دي بليز امبورطون هذا الشباب هذا الرابور ديال لوميس ديال منظمة الصحة العالمية اش تقولنا على زواج الصغيرة زواج مبكر والقصري هو تيكرفس الناس غالبا ما يؤدي الزواج الى العنف والإساءة الجنسية يعني بنت صغيرة تتزوج بشي واحد وتخرج تقول ليه لا يعني هي جنسي باش معنا شي بنت معنا شي بنت هنا بس كي ينفيل وي 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 جو سوي لا وي مي مي وي ممكن تقاطعيني وتهضري ملي غنهضر على هاد المواضيع يعني بنت ماشي مو بحال الدري بنت خاصها لازم دي سيكريسيون كي اجي كوم دي لوبريفيون باش ترا لا علاسيون سيكسيوال ملي تيطرا لهاد الدراري هادي هاد العنف وهاد الإساءة الجنسية بلا اكسيتاسيون بلا لوبريفيكاسيون ودوك لي سيكريسيون تيجيو لإيسا العلاج مشاكل كحلة تطرا تيموتو ما بين 15 عام و 19 عام اشي تنقول لكم سميتو منظمة الصحة العالمية ماشي خرط ديال شي واحد تيهرطق فهمتي هذا رابور اقتصرتو انايا وترجمتو باش نقول لكم نقص المناعة الجنسية لي تخوم دو فالوب البويضات وكاع داكشي تيتكرفس اجوتا سا بانهم تيوليو عندهم مابقاتش عندهم المناعة ديال الامراض الجنسية او ديال الجهاز الجنسي ديالهم تنجيو هادي سميتها التسرب من المدرسة منين الحيوانات تشدو 50% ديال الناس اللي في الارض عندكم في البلاد ديالكم وتشدوهم تخليوهم في الزباله تيكون تمام ما تيقراو ما عارفين شنو هي التربيه الاطفال ما عارفين شنو هي الصحه تتكرفس على الناس تتكرفس لان اذا وظفتي الفتيات وقررتيهم هذه أحسن وسيلة من كان لمكافحة الفقر وفاغيبه واحد المشكل خر هو بأن السيستم باترياركال تتربي البنات من كون توما شيفونات ما تيربيوش لك الأجيال ما تيساهموا في الاقتصاد ما والو مي بغيف أنا قلت لكم أنا بغيت نقول لكم هذا منظمة الصحة العالمية اش قالت تفضلي اختي مي جيمري بيان انتون تفضل اه
بيان سور ما غادي نتفق معك في هذه الهضره في هذه الهضره هذه، لان راه واحد الاخ صديقنا تيكون هنا معنا بزاف، راه تكونوا كلكم كتعرفوه بوجبها، هو تنظن بانه طبيب، وديك النهار دار واحد المداخله وفسر مزيان بان قضيب اللي او موين تيكون ما بين 12 و 15 سنتيمتر منين غيدخل لواحد الفرج يلاه في طور التطور ويدخل لوتيروس. شنو هو لوتيروس بالعربية؟ سمحوا لي كيمشيو لي بعض مرات الكلمات. مهبل مهبل لوتيروس هو المهبل، المهبل هو الفرج، هو لو سيكس لا لوتيروس وقيل هو عنق الرحيم. لوتيروس وقيل هو عنق الرحيم. لوتيروس هو الرحيم. الرحيم دونك منين كيدخل واحد القضيب ما بين 12 سنتيمتر و 15 سنتيمتر لواحد الرحيم يلاه في طور التكوين كتكون فيه او موين 5 ا 8 سنتيمتر، وتنخليكم ديروا المعادله واش شنو غيمكن يوقع في هذا في هذا الرحيم هذا. دونك راه بين القضيه، وكاين حتى واحد الحديث كيهضر على عائشه بان منين دخل بها هذا محمد وهي عندها 9 سنين راها كانت تشرقات، ولا بخاف انها هي الصغيره فيهم وما عمرها ما نجبات، ما عمرها ما ولدات. وحتى هادوك الدول راه قبيله شي حد هضر على هاد المساله هادي، داك الدول كلهم اللي تيزوجوا القصيرات والبنات الصغار وداك الشيء راه عندهم واحد النسبه كبيره ديال الموت ديال 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 البنات الصغار اكوز دو سا. وهذيك السيده اللي جات طالعه كتدافع على زواج الصغيره وتتقول لك ايوا شنو هو المشكل، هي براسها كتقول شنو هو المشكل وكتستدل على راسها براسها، قالت لك نهار جداتها بغات تموت بغات تولد حلوا لها كرشها من الصدر ديالها حتى لتحت ديال الكرش ديالها. ايوا اكثر من هذا الشيء، اكثر من هذا العنف هذا، راه المسائل باينه واضحه غير اللي ما بغاش يفهم. السلام عليكم. صباح الخير. السلام عليكم. صباح الخير. ملي شنقولوا عائشة شنقولوا رضي الله عنها، وملي شنقولوا محمد شنقولوا عليه الصلاة والسلام. انا محمد ما كنقدش عائشة ما كنقدسهاش، دونك الا بغيتي تقول هذا وحرق راسك انت صح ما غتفرضوش عليا انا. مي 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 عافاك شو ما تجاوبي، وحرق راسك انت وسير شوف الساعات اللي حبحتي على المعلومه باش لقيتيها انت، شو شحال من نهار ما شو شحال من ليله ما نعستيش باش واحد غيجي غيقول لك شوف فين باقيين، شوف ودابا عباد الله شوفوا فين باقيين، راه اللي عنده الزهر وباقي بعيد على هاد الناس يحمد الخالق ديال الكون الا كان. متنبي واحد الكلمه اخويا هذا اللي مسكين كون خليتوها صاحبي نضحكوا نشربوا قهوه، والله الا قهوه سخونه كون خليتوها شويه وطيروا نقول عليه الصلاه داخل السلام عليكم بصباطك الجامع طلع قول لينا طلع. السلام عليكم جبران زعما باش نعاودو زعما نقول حنا ويا ماي قالت لي صباح الخير تاع هي جوج خبرات عاودات زعما عير خويا فادفيل خويا المتنبي. انا هادشي علاش هضرت قبيله ديك التكبر داك لاغوغونس عند المسلم. انا ماشي ضد مسلم يعتقد ان الدين ديالو صحيح، ولكن اخويا علاش انت كتكبر لدرجه ان خص الناس كلهم يتبعوك انت؟ واش عمركم شفتوا خو شي نصراني يجلس معاك في القهوه يبقى يقول لك كاينين التبشيري المسيحيه كيديروا التبشير، واش عمرك شفتي شي يهودي يبقى يقول لك لا راه الاسلام ديالك خاطئ اجي تبع اليهوديه ولا شي بودي؟ راه هاد الزمله كاينه غير في الاسلام، كتجلس في القهوه نوض نمشيو نصليو نوض نصليو كيدخل لك في حياتك اصاحبي واخا انت يعني علاش اخويا خلي لي الدين ديالك لراسك. محمد جينا كنناقشوا هنا ما تقولش فيها صلى الله، انت كمسلم قول صلى الله عليه وسلم، ولكن ما تنتظرش مني انا نقول على صلى الله عليه وسلم. تقدر تقول لي ما تسبوش واخا، ولكن اش هاد لاغوغونس هادي؟ هذا هو المشكل ديال الاسلام. انا كنشوف راسي فاش كنت مسلم كانت عندي ديك التكبر متيقين في راسنا بزاف. علاش؟ حيت حنونا تصور حتى التناقضات في دماغنا، يعني حاجه متناقضه كيدخلوها لك في راسك ويقول لك لا. شوفوا غير الاخوان نعطيكم مثال ونحبس، شوف غير في التسامح كيقول لك الاسلام دين التسامح،
ودين سلام، وفي جهة أخرى الإسلام شديد على الكفار، يعني خص يقتلوا. شوف غير فاش كتمشي الجمعة، اللهم دمر الكفار، الكفار ماشي المشركين، ماشي اللي جاوا يقتلوا، الكفار اللهم دير، اللهم شد شملهم. اللهم كنا كندعيو عليهم ديما في الثمانينات التسعينات، ديما ديما كل جمعة كندعيو على الكفار. كنسمعهم لدابا في التلفازة كدوز. نفس الوقت دين التسامح، ولكن تجلس عاوتاني مع المتشددين ولا مع في الجمعه يبين لك بلي الاسلام راه خصو، خصك ما تجلسش مع الكفار، خص ما خص فمن ولاهم منكم فهو منهم، يعني خص الكفار ما يخدمش معاك، خص ما يكونش. راه هادي قالوها لاندري ازولي، قالوها على اندري ازولي، علاش الملك دار يهودي مستشار؟ راه هذيك فمن ولاهم منكم خص ما يكونش مستشار نهائيا. مايك اخويا تفضل. مال مال، الا الا بغيت انا نسب اينشتاين واش عندي الحق ولا ما عنديش الحق؟ يجوز سب اينشتاين لانه كافر. السب من واحد الناحيه يعني ما خصناش نمجدوا الانسان بصفه عامه، نسبوه ولا ما، انا نقدر نختلفوا في هذه المساله، ولكن ما نمجدوا حتى شي واحد. هذا الشيء اللي بغيت تقولي يمكن اختي مي، ما خصناش نمجدوا الانسان. وهذه المساله كاين عند المسلمين اللي كيقول ما خصكش تسب الرسول ولا هذا، الا سبيت اينشتاين حداه ولا اي سميتو هذا بيرسوناليتي بوبليك معروفه، ما عمره ما غيقول لي ما تسبيش، ولكن الا سبيت الرسول غيقول لي ما تسبيش الرسول. علاش؟ انا بالنسبه ليا الرسول سي جوست اون بيرسوناليتي بوبليك، عندها افكار من حقي ننتقدها وننتقد الافكار، ولا بغيت نسبها نسبها بحال الا نسب اي واحد، واخا انا ما كنسبش، ولكن غير الفكره. وبحال دابا هذا اللي تيقول لي يا محمد خصك تقولي صلى الله عليه وسلم، ولا قلتي هذه خصك تقولي هذه، كون كان تيناقش مع واحد نصراني سوبوزون تيناقش مع فرنساوي، وهذا كان الفرنساوي قال له ماومي ماومي وكمل الجمله ديالو، واش غيوقفوا يقول له قول صلى الله عليه وسلم؟ ما عمره ما غيوقفوا يقول له قول صلى الله عليه وسلم، ولكن تيبغي يفرضها علينا حنا. علاش؟ حيت حنا مغاربه بحالو، اوني سوبوزي اتر مسلمين، دونك هو بحال كيبغي يورك عليك بداك القضيه. ايوا راه ما غتسمعهاش مني. كاين اختي تفضل اخويا تفضل. شكرا اخو. دابا هما دابا شكرا اخو متن. دابا هما الله ديالهم كيسب في القران، اوكي الا غسلنا اليوم الله ما عندهمش هما مشكل، حيت ما عنده حتى قيمه، ولكن ملي كتسب اليوم محمد، محمد مقدس، محمد هو اللي جاب ليهم هاد العفن وهاد الوسخ هذا، وهما ولادو منين هاد العود من ديك الشجره، وهاد الدين وماليه ما عندهمش التواضع، هما متكبرين. هو كيجي يهضر معاك ديجا جايب الفكره ديال هو جاي رابحك في الماتش، جاي باغي غير يبدا يسب فيك ويبقى يقول لك شي هضره ما عندها حتى شي معنى، تقول ليه هالحق وهالحديث وهالايه ما غيسمعكش، كوم كو انت راه لا ديني ولا ملحد ولا كيسميك كافر. هاد كلمه كافر راه عيبه، ملي كتقول شي واحد كافر بحال كتثبت عليه غادي تغيز ليه ساهله. راه ما عندهمش التواضع صاحبي، الهضره وتخرج العينين بزاف بلا فايده، بحال ديك السبوله، داك المثل ديال ديك السبوله اللي كتكون عامره كتكون مدلية مهبطة راسها شوية، السبولة الخاوية كتشالي كيلعب بها الريح. نبيلو تنحني تواضعا. برافو اخو متن. راه هما شوف هما صراحة ماشي ديال النقاش، ماشي هاد البراهش والبرهوشات ولا هادو اللي وارتين وهاد هادشي ديال والو، واخا يكون عمرك 60 عام ولا 70 ولا 50 ما عندك حتى معنى. هادوك العتارس الحياه ديالهم خلي الكتب القدام وداك التفاسير وابن عباس وداك التخربيق، هاد الحياه اللي كاينين في هاد العصر معانا والتلفازات والاذاعات ويوتيوب، هما فارغين وكذابين، حيت هما خصهم يورثوا ويبقاو يدفعوا ويصيفطوا داك الميكرو وداك الكونسير ديالهم باش يبقاو يحكموا ويبقاو يملكوا ويبقاو يديروا لاباس. المهم نتايا قول لا اله محمد رسول الله، ما اذا من يبتغي غير الاسلام ديالنا فليقبل منه وفي الاخره سيما الخاسرين، وبزاف د الايات. ونعاود نقول باللي الاله ديالهم كيسب، راه القران عامر بهذا الشيء، راه حنا حفظنا هذا الزبل هذا،
هما ما غاديش يتناقشوا معك، غيجي باش يعيرك وغيقول لك هل ترى عقلك وهل تنكح امك واجب الوجوب وانت كملحد شنو هو الاخلاق ديالك؟ شكون اللي قال لك انا ملحد؟ انا كنقول كنوريك على وجهك في المرايه، ها دينك، تلك بضاعتكم ردت اليكم، بعدوا من الناس صافي. بصح بصح، شوف اخويا الجبد الاخيلوس. ولا الا بغينا نعطيو واحد ليكسبليكاسيون ماتيماتيك شويه شنو طاري، العالم غادي فواحد لا فاريونت كي نسيس با دو شانجي، كل دقيقه كتزاد اون انفورماسيون، كل دقيقه كتزاد شي حاجه في الكون ديال دابا في ليكزيستانس توجور. ولكن جاهوما تحجروا في واحد لا كونستانت، واحد صندوق كونستانت، وقتاش كيبان لي زيفي سكوندير ديالو؟ ما كيبانش انستانتاني. هذا هو المشكل دابا اللي كاين حاليا، لفي ديال هادشي دابا ما كيبان حتى 10 سنين ديال داك الناس اللي تزرع عليهم داكشي، ولا حتى 15 عام ديال الناس اللي تزرع عليهم داكشي. ملي كتجي تشوف شنو كيكون لك، هما في القران وفي داكشي ديالهم كيعذفوا ان شي حاجه سميتها النفاق والمنافقين في الدرك الاسفل من النار، وعندك المنافقين وهما كيكونوا منافقين بحد ذاته. هذاك اللي كيطلع الخطبه في داك الميكروفون اللي مصاوب بمادين تشاينا وعند الكفار به كيقول اللهم احرق الكفار، انا ودابا دابا غير ايماجيني يا صاحبي، بهذاك جو سي با، بهذاك الدور اللي صاوب اللي بدا فيه نيكولا تيسلا وكمل به سميتو هذاك ديال سميتو صابتو إديسون توماس، بوكار ميرسي بوكا خويا إديسون، شاعريا مخدمين الفرفارات بالالكتريسيتي حتى هي اللي اكتشفها كثير، ولابسين حوايج اللي وكيدعي فيهم. دونك انت راك تنجد لي هذاك المنافقين اللي غيمشيو للدرك الاسفل من النار. جوف لا بارونتيز الخفيفه، وما كنضر ما كان جو جينيراليز با، مي سا سي ان فيكو، هادشي عشتو هنا منين رجعت. واش كتعرفوا هذاك النينجا دوك النقابيين اللي كيبان فيهم غير العين وكتكون مكحله، ودي فوا حتى داك العين خصهم يديروا فيها شبكه ما خصهاش تبان؟ نينجا امريكان وارير، نينجا امريكان وارير فوالا، وكيدير واحد الباندا وزيد زيد مع زيد حدا هاد المعادلة، نينجا زائد متزوجة زائد بأطفال زائد باغا تلاها لك. يلا شرح لي دابا كيكون واحد النفاق، ماشي في كنهضرش على النفاق المجتمعي في المغرب، ما كان... نو كنهضر على النفاق ديال الشخصية ديالهم، داك الأنا والأنا الأعلى والهو، داك التقسيم ديال الشخصية كي ما كيبقاش مكونفيغوري بلا لا كونفيغوراسيون باغ ديفو ستاندار ناتوريل، كيولي تسوق للهو بزاف، كيولي الهو هو الان الاعلى ديالو بهاد الشيء الديني. لا خصني نبان انا الزربيه وكنمشي كنصلي باش يقولوا عليا هو باش يرتاح، هو غيدخل الجنه بداك الكلام اللي ابوشا وغير اللي كيسمعه، يعني خصو يشوفوه الاخرين ويقولوا ما مامنش بشنو كيدير. انا اكيد 80% ديال الناس، اكيد انا كنقول ولكن ماشي متيقن وماشي حقيقه مطلقه، مي انا كنت منهم اكيد 80% ديال الناس اللي غيجدوا الزربيه وغيتوضاو واخا في البرد واخا في الثلج واخا وغيمشي غيصلي غيقرا قول اعوذ بربي الفلق هي الاولى والكوثر هي الثانيه باش يسالي في الزرب، اكيد 80%. ناهيك عن هذوك اللي ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، اللي كيتجمع عليهم جوج كيقول لك امشي نزرب عليهم، غيضرب جوج شقوفه هو غيزرب عليهم، مشي نحيد عليا وهو كيعترف. هذا هو النفاق اللي باك، ماشي نفاق مجتمعي خصنا لي اناليز، نو هذا نفاق انتغن مع لا بيغسون المام، بحال عندك ما نعرف جو سي با كديبريدي واحد التليفون وكتهبط ليه في لاكاليتي وكتطلع ليه في ميموار، كتولي تخربق انت، كتولد مجتمع مخربق اللي هو حرام عنده انك تاكل لحم الخنزير في الشوايه وانك حلال تضرب الطاسه معاه، انه حرام حلال انه ينعس مع البنات اللي تشاها وحرام انه يشوف ليه شي واحد فختو، ولينا في ذاك
حرام حلال سي كوم سي دوفوني كوم اون كارت ولا ما جو سي با كوم ان جوكر في اون كارت نستعملها وقت ما انا بانت ليا صحيحه باش نديفوندي ليدي. وهادشي كامل كنرجعو علاش باش نبين كما قال الاخ قبيله انني مسلم وانا اللي عندي الصح، وهذا هو المشكل وما غيبانش دابا. اوغوزمون انا كنحمد الاي ا الاعظم لي ان اوغوزمون بعدا واخا داكشي ما يعني الشيء اذا زاد عن حد ينقلب الى ضده حنا غاديين فيه اوسي. مي الشباب اجوردي اليوم باش تعطاتهم الانترنت راه بعدا راه واحد شنو نقولك واحد 60% بعدا راه ضمن انه ما غيطيحش في داك داكشي اللي طحنا فيه حنا باش كان داكشي اوبسكور باش كان داكشي فيه ظلمات. ما عندكش منين تجيب المعلومه، عندك دو تخوا ريسورس اللي سوا المدرسه سوا العائله سوا المجتمع نهي كان الميديا ما ندخلوهاش حيت هذيك بلان ندويو عليها. دونك دوك لي سورس كاملين كيدخلوا لك وانت التيو ديالك صغير ورد المعرفه ديك الساعه باش كتكبر وكيبداو يوسعوا بشي حاجه تخيل مع يوتيوب بالماء سخون كتوسعوا كتدخل لك اكثر من الكميه اللي خصها تدخل. دونك كتنفخ ليه لو سيرفو ديالو باغ كوا باغ دي بلا بلا باغ دي عنعن باغ دي ديماغاج عنعن باغ دي تخوك اونسيان استابل استاغن فواحد لونفيرونمون اللي هو توجور فاريان. اش غاتنتج ليا سي نورمال حتى بلغات الماتيماتيك والفيزياء ما كيتلاقاوش الكونستون مع الفاريبل ما كيتلاقاوش. هادشي اللي بغيت نقول. شكون يهضر معايا ولا ميل ولا ماسينيسا؟ هي اللي بغى يهضر مرحبا الى المهم غير واحد المداخله هو انه يعني في المجتمع يعني الا لاحظتي بلي المجتمعات الدينيه ما كيقبلوش الاختلاف. واحد المساله في الاختلاف شنو هو الاختلاف؟ هذه فاهمينها بلي المجتمعات الدينيه يعني يكون مسيحي يكون يهودي راه الا جيتي عطيته السلطه راه ما يقبلش واحد من دين اخرى من دين اخر. يعني ما عرفت انا مثلا وريني شي دوله دينيه غادي تقبل دير ان مجتمع اسلامي يقبل الكنيسه ولا المسيحيه داك الصليبيين الى تشدوا الحكم ما يقبلوش الاسلام ما يقبلوش اليهوديه. ولكن في المجتمع العلماني يعني كيسمح الانسان تصور كاين جمعيات عنصريه هذه راه ما فرش بزاف د المسلمين ان في المجتمعات العلمانيه كاينين جمعيات عنصريه من حقك دير جمعيه السكين هاد مثلا من حقك ولكن اين فوا تسب دوك مثلا نقولوا حنا دوك السكين هاد ضد العرب ضد الكحلين ضد اين فوا تسب الكحلين والعرب مثلا ولا اليهود ولا ضربهم تما غيتشد تما تحاكم من حقك تكون انت عنصري ما غاديش نبدل لك الافكار ديالك باش كيحاربوا دوك الناس الافكار بالعلم بالتقدم بالبرامج بلا كولتور باش كيحاربوا دوك الافكار الظلاميه. ما يمكنش انا نجي عند سلفي في دماغه نقول له انت حي ديك اللحيه مثلا تقدر لي زاكت ديالو نقول له شوف اعتقد باللي بغيتي ولكن نهار تسب شي واحد بحال مثلا داك ابو النعيم اللي توفى دابا اللي كان مثلا كيدعي راه كاينين دي تريك اللي كيديرهم هذوك الدواشه كيدعي انديريكتومون القتل شي شخص هو ما عمره غادي يمشي لسوريا ما غاديش يحارب ما غاديش يمشي يجاهد ولكن كيمشي يصيفط ولاد الناس الاخرين يجاهدوا. ولا مثلا في المغرب كاين عاصد داك عاصد كافر بالله غنقول له ايها الكلب ايها الكافر غير ديك المساله راه بحال كان الانصار ديولي انديريكتومون كنقول لهم راه قتل سيروا قتلوه اوكي. هذا ميساج ديال الحقد وكيتعاقب عليه في الدول العلمانيه وهذه المساله ما كيامنش بها. مثلا نذكر لكم اخر حاجه هي مثلا المثليه اي واحد فينا من حقه يكون ضد المثليه ولكن واش انت مستعد ان تعيش مع واحد قبل المثليه ماشي تتفق معاه لا كل واحد من حقه يكون عنده راي. ولا مثلا فلسطين واسرائيل كيجيو دابا بعض دوك اللي سامباتيزو مع فلسطين كيقول لك خص المغرب كله يكون مع فلسطين وكيفاش درتي ليها خصك تقبل وي انت بالنسبه لك اسرائيل قاتله واخا ولكن
راه خصك تقبل الاختلاف، خصك تقبل ان واحد اخر مع اسرائيل واخا هي بالنسبه لك انت خاطئه وانها قتاله. هذا هي العلمانيه، هذا هو الاختلاف، هذا هو التعايش. يعني يوصل الانسان لواحد المستوى انني عندي مبادئ ديالي وانا ضد شرس وندير مظاهره ومن حقي ناخذ الاوتوريزاسيون وندير مظاهره ضد اسرائيل، ولكن ما نصابوطيش. مثلا واحد اوكي بحال هذه المساله اللي بقات مؤخرا ديال داك العميد ديال كازابلانكا ديال وقيلا بغا يدخل شي واحد، الا بغا يدخل شي واحد مرمى داك العميد ديك الكوفيه، واخا الكوفيه يقدر ما فيهاش مشكل. انا كنقول في لافاك ما خصكش تجبد في لا غوميز دي لا غوميز دي بري، ما خصكش تجبد لي درابو لي درابو. الكوفيه ما كتبان لي انا ماشي مشكل، الله لما الكوفيه ما فيهاش مشكل، اي واحد بغا يدير الكوفيه، ولكن ما تدخلوش السياسه في لافاك سيرتو، فماشي في الساحه ديال لافاك. الساحه راه فيها الحلقيات اللي بغا يدير شي حاجه يديرها، ولكن في شي حاجه اللي رسميه ما تدخلش ليها السياسه. السياسه ديال البلاد حنا كنعرفوا باللي البلاد ديال المغرب مثلا دار اتفاقيه مع اسرائيل، وان اسرائيل هي اللي نافعه المغرب كثر من فلسطين مثلا. فلسطين راه السلطه الفلسطينيه، وحماس راه ما معترفينش بالصحراء المغربيه الى يومنا هذا، وكيحضروا في كل عام في ذاك العيد الميلاد اش كيسميوه هما ذكرى تاسيس البوليزاريو، كدار في كوبا كدار في بوليفيا كيحضروا فيها السلطه الفلسطينيه كتحضر فيها. إذا واحد يجي يقول لي أنا تضامن على فلسطين، أيه تضامن مع الناس اللي كيموتوا ماشي مشكل القتل، ولكن علاش ديما أنت كتجري الإسلام؟ أنا كمغربي نتضامن مع الروهينغا وبورما، و 99% ديال المغاربة ما عارفينش الروهينغا وبورما فين جات في الخريطة، وخصنا نتضامنوا مع الناس فيما كيموتوا في العالم، نكونوا إنسانيين بغض النظر. الا شفتوا مظاهرات اكبر مظاهرات في العالم راه دارهم الكفار اللي كيسموهم هاد مع فلسطين، ما دارهمش المسلمين. اذا هاد المساله انا كيبان لي المسلم اكثر واحد ما كيتفهمش الاختلاف اكثر من داك الملحد اللي كيسميهم. يعني الاختلاف كاينين صرا ما كيتفهموش الاختلاف، ولكن المسلم واحد الانسان اللي اوندوكتريني ما كيفهمش الاختلاف، ديما عندو الناس كلهم خص يكونوا بحالي. تفضلوا الاخوان اللي بغيت تدخل. راه هي هذه المعادله، حيت ملي كتكون نتايا كما قلتي اوندوكتريني بار دي تروك اللي هما اللوجيك، علاش الملحد ولا ملحد مثلا؟ حيت خدم لا لوجيك، خدم لا ماتير غريز اللي عطاته الطبيعه. مي اون فوا ان واحد اخر ما خدمش لا ماتير غريز بقى بلاصتو، خصو يدافع علاش بقى على بلاصتو، باش يدافع على بواحد الحاجه ستابل ما كتبوجيش. حنا رجعنا عاوتاني لنفس اللعيبه، ديما غتكون غير متوازنه. ديكو سي في شنو نقول لك، ما بقاش ديك اليوم تبدا كيتفهم، بدا كاين اللي حتى اللي ما قدرش يقولها هكا وغالمو وهكا بطلاقه راه كيدوي مع راسو. حيت انا حتى انا الدراري دابا كنشوف غير لونتوراج دابا، حيت وسط منه مرجعت وسط منه دراري مثلا كنت كنعرفهم شحال هادي سنوات قبل ما نمشي ليه، ملي رجعت عاود ريحت معاهم بهم، ما بقاش ديك ملي كدوي ديون فاسون هكا كتدخل شويه في الدين وكذا، ما بقاش ديك لاغاج. لاحظتها دابا انا كنقول لك لونتوراج اللي شفت بعيني، لي جون فواحد ما بين لي ترونتين حتى لي كارونتين بعدا كنقول انهم بداو يوعوا حتى من الفان لتحت بارك عليهم غير بابجي وداك الشيء اللي لاهم به مزيانه مزيانه للكوكب مزيانه، بعدا اللي خلاو عطاهم شي حاجه فين يتلاعبوا. كتبقى واحد لا جينيراسيون اخرى اللي ما بين وبين، دونك راه صافا راه كاين ولا ديك ليسبخي ريسبتيف هنا او ماروك. الا لا ما بقاش المشكل هنا، ما بقاش المشكل في تدوي ولا تكريتيكي دوك صحاب الحياه، ما بقاش اصلا كيبغي. انا كنشوف زعما هادشي اللي كنشوف اليوم ما بقاش كيبقى يسنطح ويخرج العين، يعني كتزيد معاه كتهضر معاه كتقول ليه النوطه الاولى الثانيه زعما كتريزومي ليه من الاخر كيفهمك انت راك فاهم عندك اون باز، ما بقاش كيزيد يسنطح معاك ولا كيضربك كيدوز ديجا نيشان ديك لا بارتي ديال ضرب ليه لا بيرسون ديالو، ما بقاش كيهضر معاك في ديالو صافي، كتعطي لارغيومون الاول لارغيومون الثاني كيدخل لك انت وانت وانت كيدخل لك انت. وكما قال الاخ قبيله كيبقى يدخل لك، وهل يمكن ان تبارين ان عقلك موجود وان كيبقى يدخل معك داك الشيء تاعو.
كيحبس هنا. انا بالنسبه لي انا مرتاح كوميم سي ميو كو لا جينيراسيون ديال الثمانينات مثلا. انا بوكو ميو ساند بحال نقولك سي 3 فوا ميو كو ديال الثمانينات. الخايبه في هذا الشيء هذا كامل سي كو منين بنادم ما شد لا هادي لا هادي ما بقاش ولا خاوي ولا ما عندوش ما يقدرش يهضر معاك في شي سوجي من غير داكشي اللي كيسمع في المحيط ديالو. او مو بعدا ملي كتقول مسلم وغتناقش معاه وكنهضر على كنسطر على كلمه مسلم يعني الناس اللي كيكونوا بصح كيهضر معاك بسياق ديني وكيعطيك مثلا مراجع دينيه اللي مصادقه عليها زعما ولا صحيحه كما كيقولوا اليوم اوكي كيمشي معاك في نقاش اخذ ورد هذا. او مو بعدا راه كتلقاه قاري ولا بحث في الشريعه ولا قرا دار افور كنحترم بعدا غير داكشي الا احترم لك انت النقاش ديالكم مشى معاك عطاك اخ درد اخ في الاخر تقدر تسلم عليه باسكو سو با غاف انا بو ما جو نتاك بيرسون اي لوي اوسي نو ماتاك با ايل ديفون سي زيد الله يسهل عليه. مي انا كنهضر على هذوك ديال سوا سوا ان دير هكا ان ربي غيدير لك هكا حشومه ما بقاش داك الترغيب والترهيب اللي ما كانش اللي ما كانش في في لا بيريود اللي كانت فيها الميديا راه سلا باي باي. ما بقاش تقول لي الترهيب والترهيب شكون اللي ولا كيخاف دابا تخلع لي برا شنو تقول لي ضرب الفواكه في الجنه باش تغري اليوم بنادم المغرب الحمد لله اليوم شبعان فواكه شبعان ماكله شبعان نكاح شبعان طاسه شبعان غريب داك الشيء سي فيني ما غيوحلو غيوصل انت خدامهم بوحدهم بلا ما تحتاج انت دير افور اخويا بيان لير ولا انت اخويا ميل ولا انت اخو ولا انت اختي مي انت خدامهم وغتلاحظوا ان ما يبقاش داك الافور. فين غنولي المشكل بنادم غيولي يمشي من الانسانيه كاريمون حيت الدواء دابا حنا كنتقاتلوا باش بنادم يفيق ملي غادي تشوف بنادم واش غيفيق ولا لا لا لقيتي بنادم غادي في واحد الهيئه اخر ولا خاوي ولا الانسان تابع السهله ولا الانسان باغي غير يشد داك البورطابل ويدوز فيه 10 السوايع شنو سي كوا تا فالور اجوتي في تا بريزونس اجوردي في هاد لونيفير كي اي انكسبليكابل اجوردي. جريتي بحال اللي قال ريتشارد دوكينغ في لو جو بونس واقيلا ليسبري بيولوجيك في الكتاب ديال ليسبري بيولوجيك اللي سماه لو جينوم ايغويست. حنا كاملين دي جينوم ايغويست باش ما وقتاش بدات الانانيه ديالنا ليغويزم فداك وحنا حيوانات معنوي وانا كنهضر راه كانوا شي ملايير اخرى كيجريو وجريت انا تشبتو انت اخي بيان لي روت انت اختي مي وتشبتو مشيتو للرحيم ومشيتو لعنق الرحيم ومشيتو تخصبتو الاباضة ودزتو من دوبل من ثنائي واش كيسمى بالعربي ثنائي الخلية الى رباعي الخلية الى ثماني الخلية الى 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 حتى وليتي اليوم عندك تيك توك وكنهضرو في لايف بوغ اون غيزون بوغ اون غيزون. هاد ليغويزم كنفهمو حنا غلط الانانية حيت عندنا ديما اون اكسبليكاسيون نيجاتيف على ليغويزم الوغ كو ليغويزم راه سي اون غيزون ديكزيستونس الا جينا نشوفو الدلاله الانيسيال ديال الدلاله الاولى ديالو. داك الايغويزم سي بوغ ان تروك ميمكنش يكون هكاك جا هكاك ميمكنش انا حيت انا كنت حيوان منوي ديالتي بيتيتخ كانت طويله على الحيوان خويا اللي كان يكون خويا كان هو كان ما كنتش انا دونك كاين اون غيزون سي بانال de perdre 60 ans تقريبا نقولوا موين ديال 60 عام فواحد ايديولوجي كونستانت ما غتحركهاش ما غتبوجيهاش غتبغي تورثها كما هي وغدوي هكا ولا هكا غنحيد لك الراس فواحد ليبوك اللي بعيد عليها اي اون بلوس فهاد ليبوك اللي بعيد على داكشي ديال جول سكوت كدا كاينه واحد الحاجه سميتها انتيليجونس ارتيفيسيال. الناس ديال الدومين انفورماتيك راه يقدروا بيتيت يفهموا شنو بغيت نقول اللي ما غيفهمش نقدر نبسط سي كو اليوم ولات الاله كتوتوماتيزي راسها باش تفهم شنو خصها تقول لك وهذا خطر متنبي. واحد الكلمه اخرى شكرا عفاك واحد نحيد هذا الشاجور كيبرزط الا رديتوا البال الخوت والخواتات الا رديتوا البال ملي كنكونوا نهضروا هكذا بالعقل كنسمعوا لبعضياتنا والناس طافيين المايك حتى كيكمل خونا الفكره ولا اختنا الفكره
وطلب الاذن وتحل المايك ديالك ياك بالادب. اين فوا يطلع مسلم ولا مسلمه بحال دايرين حنا شي طاجين بالزبيب والبرقوق ولا اللوز بنين كيجي كيخرالك فيه، خصو يهربك من الموضوع ويدخل من هنا ويخرج من هنا وفينيا ودنك ها هي باش يمرضنا ويعصبنا، وكيبداو يتحلوا ثلاثه اربعه ديال لي مايك فوق واحد باش نهربوا، باش نهربوا على ديك الفكره. علاش هو المسلم غايدير هكا والمسلمه كدير هكا؟ لان مشوكي، لان عقلو مبلوكي، كيقول اواه هادو كيهضروا لي على الله ديالي ومحمد البوغوس ديالي، لا ما يمكنش انا جاي ندافع، جاي دافع هو خاوي ما عنده والو مسكين، وهي جايه خاويه، انا الاسلام كرماني، وكيبداو يعليو في الصوت، وانا كذا، وعلاش كتطفيو لي المايك كتحاموا عليا وانتوما وسخ كيميائي وما كتعرفش امك وامك كدير وباك كيدير، وكيبدا خصو يبدا يسب ويشخصن، دائما خصو يشخصن، ما كتعرفو ما كيعرفها، كتقول لي هالفكره اخويا المسلم والمسلمه، هالايه هالحديث كنهضروا في هذا الموضوع، ربما كنهضروا في الله ما كنهضروش فيه اصلا، انا هذاك بعدا ما كنهضر عليه، كنهضروا على محمد، واش كان محمد، واش هضر معاه الله، واش الله هضر معاه، واش قال لي، اش كيدير هو، لا راه في الهند، كيمشي لك للهند ولا امريكان ولا روسيا، كيف قصك هنا خصك تطفي المايك ولا تطفي التليفون وسير في حالك، اذا ما معاهمش الهضره. البارح اخو متنبي وقيل ريبيليون بغى يهضر، ريبيليون ولا ويف كيجيبوا لنا شي تصاور وكنبقاو نضحكوا، غادي تشوف محمد وصحابه التصاور غادي للستينات والخمسينات في اليوتيوب كاينين، ها هما الناس كيجبدوهم في الداتا، كيفاش غادي يجي المسلم والمسلمه كيهضر على 1500 و1450 عام ولا 60 عام؟ غير هادوك التصاور ديال الستينات، بنادم اللي في العطش والجوع والخنز والدبان عليه وخايف من الكاميرا، هذا ما يمكنش يهضر مع الله، هذا ما يمكنش يجيب لي انا رساله في النورد افريك ميساج زوين، الله ما كيهضرش مع هادو، غيخلي اليونان ويخلي الاراميين والاشوريين والشينوا ويجي يهضر مع هذاك، امبوسيبل، ولا دارها رحمق وراه مريض. هادو هما مالين محمد، هما مالين الدين اللي بغاو يديونا للجنه، هادو هما اللي غايجيو يقولوا لنا شنو نديرو، هو عايش في الخيمه ما عندوش الماء قلنا والجوع والعطش، راه ما يمكنش، راه فقير الشيء لا يعطيه. المصيبه حنا ما خصناش نتبعوا هاد الشيء، مزيان يكون الوعي العلم والعلوم اللي كاين داروه الناس، ماشي انا، والسوشيال ميديا كاينه والتيك توك والانترنت، برافو على هاد الناس اللي داروا هاد الشيء هذا، شكرا لهم. زيد عليها الدين وهاد القران وهاد محمد، الله كيسب وكيحقر الناس وكيهدد في الناس ويخوف في الناس، كيقول لك ما ديال من يبتغي غير الاسلام ديالنا فليقبل مني والاخر وهو في الاخر من الخاسرين، النقطه هذه حنا خصنا نفهموها. اذا ما يمكنش تهضر مع واحد النوع ديال البشر جايب لك هذه الايه، كاينه هذيك الايه المخربقه هذيك الاخرى ديال اذا ما جاءكم الرسول، ماشي ايه هذيك ديال ما جاءكم به الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، اذا خصك تتبع محمد. الحاجه الاخرى، لا تسالوا عن اشياء ان تبدا لكم تسؤكم، إذا ما خصكش تخدم عقلك، ما خصكش تفكر، ما خصكش تشك، ما خصكش تبحث، نو، كيما نعطيك الحاجة خصك تقبلها، تفيت غسل الدماغ، غنحلك مخك الراس ديالك ونخوي فيه داك الشيء، وخصك غير المتنبي تقبله، ما تجادلش معايا فيه. كاين واحد الهضرة كيقولوها الحياة، وربما كاين كاع في أحاديث لبقيت عاقل عليها، الحياة كاينين في اليوتيوب، إسحاق الحويني، محمد حسين يعقوب، حسان، نبيل العوضي، كاع هذوك الخنز كيقول لك اخو شوف المثل ديال العقل، ملي كتقول لهم العقل صاحبي، كيقول لك العقل اش كنديروا به في الدين، شوف الا غنتعاملوا مع الله والدين ومحمد، شوف العقل كيفاش خصنا نديروا ليه، شوف المثل الصحراوي، قال لك اخو بحال كتركب الحمار، حيت هما كيعرفوها الحمار والجمل، كتركب الحمار وغادي باش تمشي لذاك المجمع ولا ذاك المجلس ديالهم، وشنو كدير ملي كتوصل؟ كتربط الحمار عاد كتدخل، قال لك الحمار هو عقلك، ربط عقلك برا بحال الحمار ودخل خاوي باش يعمروك وتخرج وسير بدا تهرطق وتبلابلي وتكره في الناس، اوكي. الدين الاسلام هاد مليار ونص اللي ماشي كلهم صحاح، ربما فيهم واحد 100 ولا 200 اللي مسلمين فري ولا 1000 كاع ولا كذا، اما الشيء الاخر كاين بزاف ديال الفرق في الاسلام وكذا، وكاين الشيعة وكاين، ماشي هذا هو الموضوع. هاد مليار ونص كومبليتمون كلهم هاد مليار ونص كيقولوا متفقين باللي الدين ديالهم كاين، عندهم الولاء والبراء، الولاء والبراء كلمه واعره،
هذه خطيرة. الولاء والبراء هو أني أنا غنكون غا مع المسلم والمسلمين والبلاد الإسلامية. أوروبا البيسكوندينا أمريكان هادوك كفار يستحقون جهنم والقتل والقتال وجهة الطلب وتغتصبهم ودي مالهم ورزقهم ووليداتهم حلالا طيبا. قال الله محمد رفعت الأقلام وجفت الصحف. ما تتهضرش مع هذا النوع هذا. محمد كيقول لك جوعي إلى رزقي تحت ظل رمحي، يعني المذاق الكاتورزة والسبعتاش وكنبدا نغيز في العالم كله ندور في دين امه. كيقول لينا محمد انا بعيد كنقول لكم انما امرت ان اقاتل الناس على لا يشهدوا الا اله الا الله محمد رسول الله. اذا ما بقات هضره، غطلع اخو المسلم ولا المسلمه وغنطفيو حنا المايك وهضر معنا بشويه. قولوا يا ريت تقولوا وي هاد الايه عيانه ماشي لوجيك حشومه، ما يمكن زعما الله يقولها. لا هاد الحديث راه صحيح وانا سني من اهل السنه والجماعه، ولكن هاد الحديث حشومه. ما تجيش تقول لي جدي وجده، ما تجيش تقول لي الا داك الوقت وكانوا نو 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 صالح لكل زمان ومكان الى قيام الساعه. عفاكم، شكرا لكم، بارك الله فيكم. ريبيليون ولا برافو، تحياتي. راه ملي كتزيد الطين ما يزيد الطين طينه بالله كما كيقول. لقاو راسهم ان لي سورس دانفورماسيون كاينين دابا اون ليميتي. هو تاع ايلون ماسك جاب لهم كونيكسيون بار ساتيليت عمرت تقطع. دوكو لي سورس دانفورماسيون ولا زعما ملي غنجيب لانفورماسيون ها هي كاينه اي اون ملتيبل، زعما شي 100 مره اكثر من هذه 100 عام الا جينا نشوفوا، الا جينا نديروا لا بونديراسيون ديالها. شافوا ان لا بلوبار فهموا لي مي لاف يو